يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشات التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائل المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. مهرجان العالمين في الحقيقة عامل حالة بهجة كبيرة جدا لكل الزوار اللي بيستمتعوا فيه بأجازة الصيف في هذه المدينة الجديدة، في مدينة العالمين الجديدة اللي حولت القبح إلى جمال، اللي تحول منها 21 مليون لغم إلى حياة مليئة بالبهجة والفرحة والزوار من كل الجنسيات. من كام يوم كان في حفلة مهمة جدا للفنان تامر حسني، وشفنا فيها إزاي قفز في الهواء قفزة كبيرة جدا نقلتها كل المواقع بتاعة السوشيال ميديا. امبارح أيضا كان في الفنان أحمد سعد، الصوت الذهبي، الصوت الجميل، الصوت الشرقي العظيم، مكسر الدنيا في حفلة كان الجمهور فيها جمهور كبير جدا جدا جدا. النهاردة بقى في حفلة لاتنين من أهم مطربين العالم العربي على الإطلاق، المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة اللبنانية نانسي عقل. في الحقيقة يعني الحفلات دي بتبقى دايما جميلة قوي وبتلقى إقبال جماهيري كبير قوي يا مصطفى، وزي ما انت قلت احنا شايفين يمكن اختلاف شوية في مهرجان العالمين والحفلات اللي بتحصل فيها والفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو فنية أو غنائية. ومن الحاجات الغنائية اللطيفة قوي اللي شفناها هي فعلا انه شفنا تامر حسني بيطير. يعني احنا دايما نقعد نتفرج على الحفلات بره ونقعد نقول الله لو عندنا كونسرت زي دي في مصر. فعلا العالمين قدرت تحقق ده على أرض مصر، وقدرنا نشوف مرة تانية وقدرنا نشوف عندنا على أرضنا حفلة بمواصفات عالمية. مهم قوي أننا نستعيد مرة تانية حالة الرواج اللي بتعملها المهرجانات، خاصة أن مهرجان العالمين الجديد 2023 بيعتبر هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط. الكل بيتابع فعالياته، الكل مستني يشوف ايه اللي بيحصل، سواء زي ما قلت لحضراتكم الفعاليات الفنيه او الثقافيه او حتى الرياضيه الترفيهيه واللي بيشارك فيها اهم النجوم. وبالمناسبه امبارح كمان كان في بطوله البادل واللي بتقام على مدار 3 ايام. البادل دي بطوله دوليه تابعه للاتحاد الدولي وفيها جوائز ماديه كبيره جدا وليها تصنيف ومراكز عالميه للاعبين. عايزه اقول لك يا مصطفى ان البادل في مصر لقت رواج كبير قوي في الفتره الاخيره، لقينا بنسمع ناس كتير قوي يلا نروح نلعب بادل، لكن هي لعبه فعلا ليها شعبيه يعني كبيره، شعبيه كبيره وليها كمان ابطالها اللي بيلعبوها بشكل يعني بروفيشنال. صحيح صحيح. خليني اقول لك ان المهرجان او مهرجان العالمين مش بس بيستعيد يعني الثقافه المعروفه بسياحه المهرجانات في مصر، لا ده نوع مهم جدا من السياحه. يعني لو بنتكلم في بالنسبه للدوله المصريه فهذا المهرجان بيوفر عمله صعبه، يعني هو احنا كان عندنا الشتاء المشاتي عندنا كتير، عندنا اسوان، عندنا شرم الشيخ، عندنا الغردقه، عندنا كل شواطئ بحر الاحمر وسيناء، ولكن الصيف كان بالنسبه لنا الساحل الشمالي وده كان بيبقى بنسبه كبيره جدا للمصريين. النهارده الساحل الشمالي بقى يستقطب كل جنسيات العالم. الساحل الشمالي اللي بيستقطب كل جنسيات العالم مدينه العالمين قدرت برضو ان هي تشغل شباب كتير جدا في هذا المهرجان، بتوفر فرص عمل كتير جدا لالاف من الشباب اللي اشتغلوا في حاجات كتير جدا جدا جدا. لو رحنا للمدينه هنستكشف كده كميه فرص العمل اللي ما كانتش موجوده وبقت موجوده. كمان ايضا هذا المهرجان بيروج ايضا لمدينه العالمين نفسها، هذه المدينه باعتبارها اللي هيكون مستقبل السياحه في مصر ومنطقه خلينا. يعني برضو ما ننساش ان هذه المدينه افتتحها 5 من اكبر قاده المنطقه، كان سيادة الرئيس وكان معاه ملك البحرين وكان معاه ملك الأردن، مش فاكر كمان كان في 2 كمان كان ولي العهد السعودي، يعني القصد كان ولي عهد أبو ظبي ساعتها ما كانش لسه رئيس الإمارات. فالقصد إن ساعتها المدينة ولدت عالمية بمواصفات عالمية وبينتظرها مستقبل مبهر، مش بس لأن هي مدينة ذكية فيها مبنية على أحدث الطرز المعمارية، ولكن هي أيضا مدينة ولدت لتبقى ولتكون سيدة
مدن البحر المتوسط باعتبارها أكبر أبراج موجودة في البحر المتوسط. حقيقي زي ما أنت قلت العلمين أو الساحل الشمالي بشكل عام كان الأول يمكن تروحه كل واحد قافل عليه القرية بتاعته وخلاص وقاعد فيها، أو لو أنت عايز تروح من مكان لمكان تجيب حاجة بتسوق مسافات كبيرة جدا. إحنا النهاردة شايفين مدينة متكاملة متوفر فيها كل حاجة تقريبا، وقادر تشوف من أول الأبراج لغاية العمار، وحتى الكومباوندز موجودة بالزبط. وكمان مرسى يخوت قادرين نشوف التنوع كبير قوي بالزبط. في المدينة فعلا مدينة متكاملة، والمدينة الساحلية دايما بيبقى ليها طابع خاص، يعني ما بتبقاش زي السيتي أو المدينة زي القاهرة مثلا. الساحلية بيبقى ليها طابع بتاعها الخاص اللي بيضغوا عليها، زي ما بيقول زي ما الناس بتقول لك جيريس لايف ستايل أو الحياة اللي هي زي ما بنشوف بره كده ونقول الله لو عندنا حاجة كده فعلا. احنا او انا السنه دي بالذات كمان لما ابتديت اروح لغايه بقى قدام شويه واشوف العلمين واشوف سيدي عبد الرحمن واشوف التطور الكبير اللي حصل في الطرق والحاجات دي كلها، قادرين نقول انه لا دي مدينه متكامله تقدر تعيش فيها ال 12 شهر في السنه. بالظبط. التنوع ده في الفعاليات الفنيه والثقافيه والرياضيه كمان مهم جدا جدا، هيخلي مدينة العلمين هي حديث العالم كله طول فترة المهرجان ويمكن كمان طول السنة، وده لأنه بيعتبر من أفضل الوسائل والأدوات الترويجية للسياحة المصرية والاستثمارات في قطاعات السياحية. في بلاد كتير قوي بتعتمد على المهرجانات دي أو أيا كان بقى مهرجان إيه، يعني في بعض البلاد بس تعتمد على مهرجان للتسوق للغنى للثقافة أيا كان، بتعتمد على هذه الفعاليات عشان وبيجي سياح كثيرة جدا عشان هذه المهرجانات. على كل حال العالم عالمين أو مهرجان العالم عالمين فمدينة العالمين الجديدة مستمر لغاية آخر أجازة الصيف، فإحنا كمان مستمرين في تغطية اللي بيحصل هناك، مستمرين في متابعة اللي بيحصل هناك، إحنا مهتمين جدا بكل حاجة بتحصل في هذا المهرجان وكل الفعاليات بقى زي ما اتكلمنا فنية ثقافية رياضية أيا كان. وهنوري حضراتكم معانا أول بأول لايف اللي بيحصل هناك. إحنا بنصبح على حضراتكم من جديد في يوم الجمعة 28 من الشهر، آخر شهر 7 خلاص، جمعة مباركة. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا باسانت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. حر برضو ولا إيه؟ بص، هو من أول بكرة درجات الحرارة هتقل شوية من 3-4 درجات. الله. لكن الرطوبة لسه برضو مكملة معانا. ده خبر جميل على الصبح. خبر حلو. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وهو ده اللي هيزود الإحساس بدرجات الحرارة العالية. الطقس كمان فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 38 درجة، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالأخبار اللي معانا وأبرزها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امبارح في اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، وده على هامش المشاركة في القمة الأفريقية الروسية اللي بتستضيفها مدينة سان بطرسبرغ. وكمان التقى سيادته مع الرئيس سيريل راموفوسا رئيس جنوب أفريقيا. وامبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك في مقر الحكومة بالعالمين الجديدة. وكان في تصريحات مهمة لرئيس الوزراء امبارح أكد فيها أن في خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنع اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة من أجل ترشيد الكهرباء بدءا من 6 أغسطس المقبل حتى نهاية هذا الشهر. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية على هامش المشاركة في القمة الإفريقية الروسية اللي بتستضيفها مدينة سان بطرسبرغ.
كمان امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا، واكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائيه التاريخيه بين البلدين الشقيقين وتفعيل اطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصه ما يتعلق بزياده التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادله بما يحقق المصالح المشتركه، الى جانب مواصله التنسيق بشان قضايا القاره الافريقيه ذات الاهتمام المتبادل. امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع قادة الدول الإفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. خلال الاجتماع تابع القادة الأفارقة تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصة عقب زيارة الوفد الإفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا في شهر يونيو الماضي لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لكافة الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالاً بتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الإفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، ووافق المجلس على عدد من القرارات الحكومية الهامة. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنها اعتبار يوم الحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء بدءاً من 6 أغسطس المقبل لنهاية الشهر نفسه، وأوضح إن شهر أغسطس أيضاً هيكون بدرجات حرارة غير مسبوقة، موضحاً إنه لا يوجد نقص في الغاز ولا يوجد أزمة في حقل زهر، ويتم إنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات، كما أنه بيتم وقف تصدير الغاز في أشهر الصيف وبتستأنف عمليات التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة أسوان تم إجراء أكثر من 9000 عملية عيون لغير القادرين، وكان ده تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أما في محافظة شمال سيناء فقد تم اعتماد 28 مليون جنيه من أجل ترميم العمارات السكنية في قرى هذه المحافظة. لو رحنا للأهلية فتم الإعلان عن تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية أول أغسطس، وهنشوف تفاصيل أكتر وأخبار أكتر من محافظات في سياق هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم الإعلان عن إجراء 9500 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وده تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الإسماعيلية بتستضيف المحافظة الملتقى الأول لدوري أبطال المالية للكرة الخماسية تحت شعار يلا كورة، وبتجري أولى منافسات دوري أبطال المالية على مستوى محافظات الجمهورية، وبتقام على ملاعب مركز التنمية الشبابية خلال الفترة من 27 حتى 29 يوليو الجاري. في شمال سيناء أعلنت المحافظة أن وزارة التضامن خصصت مبلغ 28 مليون جنيه لترميم العمارات السكنية بالقرى، وتم توجيه الدعوة لأسر الشهداء والمصابين للاستفادة من التقديم للإسكان الاجتماعي، بجانب استخراج 485 فيزا تكافل وكرامة لهم. في الغربية شهدت المحافظة توزيع 1125 جهاز تعويضي وسماعات طبية على أصحاب الهمم من الحالات الأولى بالرعاية، وده بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية، وده ضمن جهود تطوير العمل في منشآت الرعاية الأساسية، وبتتضمن المرحلة الثانية 9 منشآت هتكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة من بداية أغسطس المقبل. في الشرقية أعلنت المحافظة إن مشروع مول وبرج التحرير بمدينة الزقازيق وصلت نسبة التنفيذ بـ 80%. المول بيقام على مساحة 1047 متر وبيتكون من 8 طوابق، وبلغت تكلفة المشروع 55 مليون جنيه، ومن المتوقع دخول الخدمة خلال الأشهر المقبلة. في دمياط أعلنت المحافظة بدء تجهيز الأعمال بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وده لتشغيلها والمساهمة في دعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمحافظة والمحافظات المجاورة.
في المنوفية أكدت المحافظة أن الحملة القومية ضد الحمى القلعية ساهمت في تحصين 167,949 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة، وبتباشر اللجان عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن. في البحيرة أكدت مديرية الأوقاف أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة. فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حر رطب على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة وده اللي هيزود الإحساس بدرجة الحرارة العالية أو الزيادة. الطقس كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة هنعرفها من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس خصوصا ان انت قلت لنا من اول يوم السبت في يعني بعد الارتفاع هيبقى في انخفاض في درجات الحراره. هو بالفعل النهارده يمكن يعتبر اخر يوم في الموجه شديده الحراره اللي اثرت علينا منذ اسبوعين. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 38 درجه مئويه، يمكن بانخفاض درجه لدرجتين عن امس. فالجو النهارده هيكون جو شديد الحراره رطب، ما زال شديد الحراره رطب في معظم انحاء الجمهوريه، ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي دايما بيبقى معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو، بالاضافه كمان للمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي هو يبدو ان الخط انقطع الاتصال. بنشكر الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه ونبداها بالقاهره العظمى فيها 38 والصغرى 26، العاصمه الاداريه 38 26، اسكندريه 33 24، العلمين الجديده 33 24، مطروح 30 23، ودمياط 36 25، بورسعيد 36 26، الاسماعيليه 39 25، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش 35 25، كاترين 36 19، وطابة 40 26، حلايب 36 31، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 43 30، الغردقة 42 30، الفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 43 26، أسيوط 42 26، سوهاج 43 27، قنا 44 30، الأقصر 43 30، وأخيرا أسوان 44 والصغرى 28. مرة تانية رجعت لنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هتكمل لنا البيان بتاع الخاص بالأرصاد الجوية وتقول لنا إيه اللي ممكن نتعرض له النهاردة من ظواهر جوية مختلفة. بصبح عليك مرة تانية يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا. احنا طبعا كنا بنتكلم ان في نسب رطوبه موجوده في الجو بشكل كبير، ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي يخلينا نحس بقيم درجات حراره مرتفعه بالشكل الكبير، يعني احنا النهارده العظمى على القاهره الكبرى في الظل 38 درجه مئويه، لكن احساسنا بيها بيوصل ل 41 او 42 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو. كمان لو انا موجود في الشارع تحت اشعه الشمس او بتحرك في الشارع هحس بقيم درجات حراره اعلى، يمكن ارتفاع درجات الحراره ده موجود في معظم محافظات الجمهوريه، حتى كمان محافظات الصعيد العظمى فتره النهار في الظل بتوصل ل 45 درجه مئويه، عشان كده فتره النهار بنحس باجواء شديده الحراره الرطبه في معظم الانحاء. خلال فترات الليل ايضا بنحس بارتفاع درجات الحراره لان في هدوء في سرعات الرياح وفي ارتفاع في نسب الرطوبه يخلينا نحس اكثر بوجود ارتفاع في درجات الحراره والاجواء المائله للحراره الرطبه في معظم انحاء الجمهوريه. ارتفاع نسبه الرطوبه وصل لكام في الميه يا فندم؟
نسب الرطوبة على المناطق الساحلية يمكن تعتبر دي أعلى نسب رطوبة بسبب قربها من البحر المتوسط، بتوصل ل 95% خلال فترات الليل، لأن عظمة الرطوبة بتبقى فترة الليل، 95% على سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 85% ل 90%، وكل ما تقدمت للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. خلال فترة النهار نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى بتوصل ل 40%، على المناطق الساحلية بتوصل ل 55% أو 60%، ودي نسب رطوبة مع قيم درجات الحرارة بتاع فترة النهار، نسب رطوبة عالية تخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله متوقع غدا السبت تخف حدة الموجة دي، يحصل انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لأربع درجات في معظم أنحاء الجمهورية، فنبدأ نحس باختلاف في إحساسنا بدرجات الحرارة، رغم إن لسه نسب الرطوبة هتكمل معانا على مدار شهر 8 كله، يعني إحنا لسه مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، لكن درجات الحرارة هيحصل فيها انخفاض، درجات الحرارة تعود للمعدل أو ممكن تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجة. إحنا متوقع إن شاء الله غداً عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية، ودي تعتبر أعلى من المعدل بحوالي درجة، مع باقي أيام الأسبوع هتكون ما بين 35 ل 36 درجة مئوية، لكن أكيد الأكيد إن إحنا إحساسنا هيختلف، الأجواء شديدة الحرارة الرطبة اللي إحنا بنحس بيها بقالنا أسبوعين هتكون أقل حدة من غدا السبت إن شاء الله، لأن متوقع كمان يكون في نشاط نسبي للرياح. وجود نشاط نسبي للرياح هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه فترات المساء ساعات الليل، فيساعد بشكل كبير على احساسنا بدرجات حراره اقل، بالاضافه كمان وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا اللي هيبقى موجود معانا غدا ان شاء الله، هيوزع الرطوبه في عمود الهواء ككل، بالتالي هيقلل ايضا احساسنا بنسب الرطوبه. لكن مهم جدا ناخد بالنا ودايما بنقول احنا احتياطاتنا في فصل الصيف كلها واحده، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 العصر، الوقت ده دايما في شده الاشعه الشمس اللي بيوصل الارض بيبقى عالي جدا، لازم بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بقدر الامكان، لو انا موجود في الشارع يبقى لازم يكون معايا غطاء للراس. طيب على ذكر سرعه الرياح، هل دي بتاثر على حركه الملاحه بشكل انه الناس ما تنزلش البحر، بتاثر على العمل في البحر؟ هو طبعا النهارده حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. متوقع من غدا ان شاء الله السبت يكون في نشاط للرياح خاصه على البحر المتوسط، ممكن ده يؤدي لاضطراب ملاحه بحريه على البحر المتوسط، لازم ناخد احتياطاتنا، بس هو مش هياثر ان احنا ما ننزلش البحر، لكن ناخد بالنا واحتياطاتنا بلاش التعمق داخل البحر المتوسط، لان دايما ارتفاع الامواج داخل عمق البحر المتوسط بيبقى اعلى من اللي هو على الشط، فلازم ناخد بالنا لان هيكون في نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط تحديدا، لكن شواطئ البحر الاحمر هتستمر مؤهله لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. طيب يا دكتور، احنا في تقارير كده كنا بنشوفها على بعض الصحف او المواقع المختلفه ان شهر اغسطس ده هيكون اعلى درجات الحراره وهتتخطى ال 40 درجه، ده حقيقي؟ هو طبعا شهر اغسطس وارد يكون فيه موجات ارتفاع في درجات الحراره، تكون قيم درجات الحراره مرتفعه، لكن مش كل شهر اغسطس هيكون فيه ارتفاع في درجات الحراره تتجاوز ال 40، يعني احنا الاسبوع الاول في اغسطس يمكن درجات الحراره بدات تعود للمعدلات او اعلى من المعدلات، احنا بنتكلم في متوسط درجات حراره يعني 36 35 ممكن توصل ل 37، هي كده قلت عن اللي احنا شفناه في شهر يوليو. وارد ان احنا نشوف موجات ارتفاع في درجات الحراره شديده تتجاوز درجات الحراره فيها ال 39 او 40، لكن ان شاء الله ما تكونش زي اللي احنا شفناها في يوليو اللي هي استمرت لمده اسبوعين، هي المشكله كانت في الاستمراريه، ان شاء الله تكون يعني موجات ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشوفها في اغسطس تبقى قصيره مدتها ثلاث او اربع ايام بالكثير، لكن اللي هيبقى موجود في اغسطس بشكل كبير هو ارتفاع نسب الرطوبه، دايما شهر 8 معروف ان هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه اللي دايما هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، هنيجي ان شاء الله مع نهايات اغسطس تدريجي هنلاقي درجات الحراره بدات تبقى حول المعدلات او اقل من المعدلات الطبيعيه، لان احنا خلاص بنبقى بنقترب من فصل الخريف، المعدل الطبيعي في اغسطس بيكون 35 درجه مئويه، فاحنا في بعض الايام هتبقى اعلى من المعدلات، بعض الايام تبقى حول المعدلات، لكن متوسط شهر اغسطس كله احنا بالفعل من خلال تقارير الهيئه العامه للارصاد الجويه ان شهر اغسطس كله او متوسط درجات الحراره في شهر اغسطس هتبقى اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، ومره ثانيه هنرجع لمصطفى وفسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا لميا، شكرا. شكرا لميا. دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده واللي هنعرفها في سياق هذا التقرير.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر محرم تحت عنوان القرآن الكريم كتاب رحمة، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة. النهاردة النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم هيحيوا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى تحت عنوان العالم عالمين. النهاردة هينظم مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز والتابع لصندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة 8 العرض الجديد لمسرح خيال الظل والأرجوز اللي بتقدمه فرقة ومضة لخيال الظل. النهاردة لعشاء الكرة العربية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية. هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الرجاء المغربي الساعة 4 العصر، وفي السادسة هيلتقي الزمالك مع اتحاد المنسلي التونسي، وفي الثامنة هيلتقي الكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي، وفي العاشرة هيلتقي النصر السعودي مع الشباب السعودي. في خدمات دعم نفسي وتعليمي بيقدمها صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. الصندوق قدر ان هو يجهز 51 مدرسة في محافظات او محافظة القاهرة وأسيوط بالأدوات ووسائل التكنولوجيا اللي بتساعد طلاب ذوي الهمم على التعليم. كمان ايضا تم تدريب هؤلاء الطلاب من ذوي البصيرة على مهارات القراءة والكتابة طبعا باستخدام طريقة برايل، وتدريب أيضا المدرسين والإخصائيين بهذه المدارس على دعم ومساعدة هؤلاء الطلاب. خدمات معنوية ودعم مادي يستهدفها صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة الذي يحمل شعار عطاء، ويأتي على رأس اهتمامات الصندوق عملية الدمج التعليمي، ويتم تقديم الخدمات مجاناً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال فترة وجيزة عقد الصندوق الكثير من الشراكات التي من شأنها تقديم خدمات أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتمويل العديد من المشروعات، منها الدمج التعليمي بمحافظتي القاهرة وأسيوط على وجه التحديد. وكان نجاح المرحلة الأولى من هذه المشروعات الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيها والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف التوسع في مدارس وإعاقات أخرى بالشراكة مع 3 جمعيات ومؤسسات أهلية في دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد. وقام الصندوق من خلال هذه المشروعات في المرحلة الأولى بتجهيز 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط ما بين غرف مصادر نموذجية شاملة ومتكاملة وأدوات ووسائل وأجهزة تكنولوجيا مساعدة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وغرف الخبرات العلمية والعملية داخل المدارس. كما تم تدريب 123 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام البرامج الناطقة وتدريبهم على المهارات الحياتية، بالإضافة إلى تدريب 705 من المدرسين والأكاديميين والأخصائيين بالمدارس و376 من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم و690 من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي. ويستهدف الصندوق في الفترة المقبلة تدشين مشروعات أخرى ذات أهمية مقدمة من جهات شريكة مختلفة، منها مشروع توفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف الذي يهدف إلى توفير 280 طرفاً صناعياً للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف، وذلك عن طريق استخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية بجانب تقديم خدمات الدعم النفسي للطلاب. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك، برحب بيكي وبنحييكي طبعا على يعني الشغل اللي حضراتكم قايمين بيه. يمكن شفنا في التقرير دلوقتي اهتمامكم بالأطفال في محافظة أسيوط والقاهرة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، صباح الخير.
اهلا بك يا استاذه اميره، وخلينا نتكلم عن صندوق عطاء وما يفعله من ما يعرف بعمليات الدمج التعليمي. يعني ايه دمج تعليمي الاول؟ هو الدمج التعليمي هو فكره ان الاطفال اللي عندهم اعاقات يتعلموا في نفس الاماكن مع اطفال ما عندهمش اعاقه. تمام. باستخدام الادوات اللي تناسبهم. فالشخص الكفيف على سبيل المثال هيبقى قاعد جنبه طالب مبصر، وهيبقى ده بيستعمل الورقه والقلم عشان هي دي الطريقه اللي تناسبه، وهيبقى الطالب الكفيف بيستخدم الآلة بتاعت بيركنز عشان يكتب عليها، بيتعلم طريقة برين عشان دي وسيلته هو القراءة والكتابة. فهم المفروض يتعاملوا سواسية جوه الفصل، بس كل واحد عنده الأدوات اللي تناسبه عشان يعرف إن هو يبقى يعني ده صحي، مش بس للطالب اللي عنده إعاقة بس كمان للطالب اللي ما عندوش، لأن هو بيتعلم إنه في ناس مختلفة عنه، إحنا كلنا مختلفين. ففي الإعاقة بوجه عام إحنا بنحاول إن إحنا نرفع الوعي كمان إنه الإعاقة مش مرض، ان الاعاقه ده اختلاف معين موجود دائم وهيبقى موجود على يعني على مر الازمنه المختلفه. فسواء كان بنتكلم على الاعاقات الحركيه محتاجين تهيئه مكانيه عشان الطالب يعرف يوصل لمكان المدرسه، بنتكلم على الاعاقه البصريه فمحتاج ادوات مختلفه، الاعاقه الذهنيه فمحتاج تهيئه للمناهج والحاجات اللي بيدرسها، الاعاقات السمعيه. فكل اعاقه من دول محتاجه تيسيرات وتدابير معينه عشان يعرف الشخص انه يدرس زيه زي الطالب اللي ما عندوش إعاقة. لا طب انا يعني انا مش متخيله لو طالب ما عندوش او طالب من ذوي الهمم يعني محتاج مش مبصر، يعني فالنهارده هو بيتعلم حساب، المدرس اللي بيشرح على السبوره ده هيفهم مين ولا مين؟ فاهمه قصدي؟ يعني انا بصراحه مش مستوعبه شويه الموضوع ازاي بيتم. يعني انا بشوف دايما انه مهم انه نفرق الفصول، مش عشان حاجه، عشان اقدر ادي الوقت الكافي للطالب اللي محتاج مجهود مختلف، مش هقول اكتر او اقل، مجهود مختلف من المدرس ان هو يعني يفهم الطلاب. ولا هيكون في المدرسين اللي هم بيسموهم الشادو اللي بيكونوا موجودين؟ فهميني اكتر ازاي بيتم، جهزتوا أوكي. المدارس ازاي والمدرسين ازاي؟ اوكي، هو الشادو تيتشرز بيبقوا اكتر في الاعاقات الذهنيه. بس الاعاقات البصريه مش بيبقوا محتاجين، ده هو فهمه يعني كامل زيه زي الطالب اللي جنبه. هو المشكله الوحيده ان هو مش شايف الحاجه اللي مكتوبه على السبوره، او مش عارف يقرا بطريقتنا العاديه باستخدام النظر. فهو مطالب بس من المدرس اللي بيبقى واقف ان هو يعمل حساب ده عشان الطالب ده يعرف يتابع ويبقى يعني فولوينج اب مع الدراسه زيه زي الطلاب الثانيين. فمثلا يعني اللي ممكن يحصل ان الطالب الكثيف بيتعلم بره الفصل في حاجه اسمها غرف مصادر، فبياخد يعني زي سيشنز اضافيه مع المدرسين بتوعه ان هو ازاي يتعلم لغه بريد، فانا ازاي اكتب واقرا باستخدام المكنه بتاعه بريكنز. والمطلوب من المدرسه او المدرس ان هو لما مثلا هيكون هيكتب حاجات على السبوره، هيوزع حاجات على الطلبه الثانيين، ان هو يعمل حساب الطالب ده، فالورق بيطبع له هو بطريقته هو بلغه بريل، فهو بيعرف ان هو يعني يتابع في الفصل زي الطلبه الثانيين. هو ما عندوش اي حاجه ليها دعوه بالفهم، هو كلها وسيله ان انا بس ابقى شايفه. انا فاهمه لكن خلينا نقول لو طالب يعني سمعه مش يعني ما بيسمعش كويس النهارده، ازاي انا كمدرس هقدر ان انا في ساعه او 45 دقيقه من وقت الحصه افهم عدد الطلاب اللي قدامي، من ضمنهم طلاب محتاجين مجهود مني مش هقول اضافي لكن مختلف؟ عشان كده في غرف المصادر اللي هو بيطلع يعني في الفصل بيحضر عادي جدا مع الطلبه، وغرف المصادر بيستخدمها في اوقات معينه عشان يروح ياخد كانه يعني سبورت اضافي. هو محتاج مساعده زياده. هل كل المواد بيحضروها مع بعض، ولا في مواد معينه بيحضروها ذوي الهمم ومواد تانية محتاجة منهم يعني فصول مختلفة مثلا؟ لا، كل حاجة بيحضروها مع بعض، ويعني حتى شاركت معاكم صور، انا بس مش شايفة الصور، بس في يعني احنا عندنا تجربة عملية من القاهرة واسيوط، الطلاب قاعدين جنب بعض هيطلعوا يقعدوا قدام عادة عشان يبقى سامع يعني سامع اكتر في الفصل، بس هو بيحضر كل حاجة زيه زي اي طالب تاني. مفيش حاجة مختلفة غير مثلا وقت الامتحانات،
لازم يتعمل له امتحان بطريقه برضو بتمتحنه ال جي يعني مثلا على الكمبيوتر او بيمتحن على الكمبيوتر لانه ده اسهل حاجه عشان هياخد امتحان وهيبقى بس احنا غيرنا الوسيله اللي هو بيمتحن بيها بس المعلومات اللي جوه والاسئله اللي بنسالها وكل حاجه هي نفس الحاجه بالظبط. صحيح. طب المرحله الاولى من مبادرتكم دي اللي هي يعني نقدر نقول انها وصلت لكم مدرسه، هتاهل كم طالب؟ عندنا ارقام في هذا الامر؟ طبعا احنا في المرحله الاولى احنا اشتغلنا في 51 مدرسه في محافظه القاهره وفي اسيوط. بنجهز المدرسه من ما بين بقى غرف مصادر بتبقى موجوده عشان الطلبه يعرفوا يستخدموها. بنجهز كمان الاطفال اللي مثلا ضعاف البصر بادوات ووسائل مساعده فمكبرات حاجات مختلفه عشان هم يعرفوا برضو ان هم يستخدموها في طريقتهم. كمان بندرب الطلبه نفسهم يعني من خلال المشروعات دي على مهارات القراءه والكتابه باستخدام طريقه بريل. في برامج ناطقه بيستخدموها. بندخل التكنولوجي عنصر بقى الكمبيوتر والتكنولوجيا بندخله من اول اعدادي وثانوي. طبعا في كمان ان احنا بندرب المدرسين، احنا دربنا حوالي 705 من المدرسين الاكاديميين والاخصائيين في المدارس دي، اكتر من 370 مسؤول وقيادي في وزاره التربيه والتعليم. والاسر كمان مهمه قوي بالنسبه لنا ان احنا نرفع الوعي مش بس اسر الطلبه ذوي الاعاقه بس كمان اسر الطلبه اللي ما عندهاش اعاقه، لان التقبل كمان في المدارس وان الطلبه اللي ما عندهمش اعاقه يعرفوا يتقبلوا الطلبه ذوي الاعاقه ده مهم جدا عشان عمليه الدمج. واحنا بنشوف انها حاجه صحيه جدا ليهم هما الاثنين. ويعني احنا مصر مرضي على حتى المعاهده الدوليه بتاعت الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني هو في العالم كله هو الناس ماشيه ناحيه الدمج لانه لقوا ان اكتر طريقه صحيه لينا كمجتمع ان احنا يعني نزدهر وان احنا يعني نتصور انه يبقى الاطفال اللي ما عندهمش اعاقه بيتعلموا مع الاطفال اللي عندهم اعاقه في نفس المكان بس كل واحد بطريقته. المرحله الثانيه اكتر محافظه يعني نجحت في الموضوع الدمج ده تعتبر محافظه ايه؟ هو الصراحه كله شغال كويس قوي بس اسيوط يعني الناس متحمسه جدا جدا ومتعاونين جدا. ففي اسيوط لان اسيوط كمان الجمعيه الشريكه اللي بنشتغل معاها بقى لها سنين بتشتغل هناك فاوريدي الناس وعيهم يعني في مرحله كويسه جدا، هم متحمسين ومتعاونين فاسيوط يعني شغالين كويس قوي. طب احنا كمان في المرحله الثانيه انتوا ايه المعايير اللي اخترتوا بيها المحافظات؟ يعني انتوا زي حضرتك قلتي يعني اخترتوا القاهره واسيوط، هل في معايير معينه لاختيار محافظات؟ هل في محافظات ثانيه معاكم غير القاهره واسيوط؟ يعني طبعا احنا بنحاول نبتدي بالمشروعات بالمحافظات اللي احنا هيبقى يعني التواجد بتاعنا فيها قوي، وطبعا ان هي تبقى حاجه مؤهله. خدنا القاهره واسيوط كمان عشان التنوع يبقى عندنا كمان معانا الصعيد. المرحله الثانيه اللي جايه دي بورسعيد ان شاء الله هتبقى داخله معانا، وحلمنا في صندوق عطاء ان احنا طبعا نتوسع ونعرف نوصل يعني لكل المدارس في كل المحافظات. احنا ان شاء الله في الخطه اللي بنشتغل عليها في برنامج تكافؤ الفرص التعليميه ازاي نقدر نتوسع ونعرف ان احنا نوصل اكبر قدر من المحافظات. ان شاء الله. هل في مراحل دراسيه معينه بيستهدف الصندوق التعامل معاها وتاهيلها وتوفير الجو العام والملائم ليها؟ يعني احنا بنشتغل على ابتدائي واعدادي وثانوي، بس كمان عايزه ازود حاجه، احنا بنشتغل كمان على التعليم الجامعي. يعني عندنا مشروعات يعني قويه جدا في الحته دي. احنا بنشتغل على فكره عامه تمكين الطلبه ذوي الاعاقه فايا كان هم المرحله الدراسيه اللي هم فيها. فمثلا في جامعه عين شمس دخلنا اشتغلنا على التهيئه المكانيه للجامعه، يعني انا كطالب داخل الجامعه محتاج يبقى عندي رامبات، عندي اسانسير بعرف استخدمه، الحمامات يبقى فيها اتاحه، فكل اوجه الاتاحه اللي موجوده جوه الجامعه بنشتغل على توفيرها. جامعه عين شمس الحرم الجامعي الرئيسي النهارده بقى متاح ومهيأ. اشتغلنا كمان على ان الطلبه ذوي الاعاقات الحركيه يبقى عندهم حاجه اسمها كرسي بالمقاس، لان الكرسي العادي اللي الطلبه بتستخدمه ان هم يروحوا بيه يعني اللي هو الحديد العادي ده كرسي مستشفيات. هو المفروض كل شخص مستخدم كرسي عنده مواصفات معينه، الكرسي بيطلع بالمقاس بيمنع يعني تطور مضاعفات معينه، بيحمي عمود الفقري بتاعه،
يعني احنا عملنا ده في كل الطلاب الجامعيه يعني في معظم الجامعات، ودخلنا كمان الاتاحه دلوقتي في جامعه الزقازيق وجامعه المنوفيه. والحقيقه احنا عشان صندوق بيحب يعني يستند على ادله علميه للمشروعات بتاعته، فبنرجع نعمل دراسات ونشوف هو مدى يعني الاثر بتاع ده كان ايه على الطلبه. فلقينا انه 75% من الطلبه اللي كانوا موجودين في جامعه عين شمس مستخدمين الكراسي بعد ما عملنا التدخلين دول بتوع الكرسي المتحرك اللي بالمقاس والاتاحه جوه الجامعه، زاد معدل ذهابهم للجامعه وقل كمان احتياجهم على للمرافق. فما بقاش الطالب محتاج ان حد يزقه جوه الجامعه او يشيله عشان يطلعه سلم لمحاضرته او يساعده عشان يخش الحمام عشان هو المكان مش يعني مش مستحمل. فكل الحاجات دي في الاخر بتؤدي الى الاستقلاليه بتاعت الشخص ذوي الاعاقه والطالب ذوي الاعاقه جوه الجامعه. وده في الاخر هو ده الدمج الحقيقي اللي احنا يمكن بنتكلم عنه، انه الشخص من ذوي الهمم يحس ان هو يعني في المكان قادر ان هو يتنقل بسهوله، قادر ان هو يتعامل بسهوله، وهو ده اللي احنا بنسعى له يمكن من سنين كثيره جدا جدا، لكن يوم بعد يوم بنشوف فيه تطور كبير. كل الشكر ليكي استاذه اميره الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء لدعم ذوي الهمم التابع لوزاره التضامن الاجتماعي، شكرا ليكي. عقرب الساعه الان تشير الى 8 صباحا بتوقيت القاهره، وده موعد موجز الانباء بصحبه زميلتنا لمياء حمدي، تفضلي لمياء. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استهل الرئيس السيسي مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية والتي تعقد بمدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية بحضور جلسة العمل للمنتدى الاقتصادي والإنساني، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد كبير من القادة الأفارقة. كما شارك الرئيس السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتقى الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في كافة المجالات. وتناولت المباحثات آخر تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، منوها إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجيا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبا، ومعربا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر. رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة سواحل اليمنية بالبدء في تفريغ حمولته من النفط الخام، وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن أيضا سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية. قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية. ووصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بالإرهابي ووقع جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي كاتدرائية التجلي في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، والتي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي تعرضت له سابقا. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن زيلنسكي عين الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف الأخير على البنى التحتية والمدينة والوسط التاريخي لأوديسا. وأضافت الرئاسة أن زيلنسكي اطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن، إضافة إلى إمكانية إعادة بنائها. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إن جيش بلادها استعاد قرية من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية. وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية كثفت هجومها المضاد في الأيام الأخيرة، مضيفة أن الجيش ينفذ عمليات تمشيط. قال البيت الأبيض أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن مبادرات الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أسفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من هذه الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في بعض أكثر المناطق تضررا في العالم. وقع محافظ القاهرة خالد عبد العال ونائب محافظ هانوي عاصمة دولة فيتنام نغوين مانا كوين اتفاقا للصداقة والتعاون بين العاصمتين. وأكد عبد العال أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتفاهم بينهما في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية، من خلال تبادل الوفود والخبرات وتنظيم المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات ومشاركة الأبحاث والتوعية بين مواطني القاهرة وهانوي بثقافة وتاريخ المدينتين. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهاردة بيحيي العالم اليوم العالمي للالتهاب أو للالتهاب الكبدي. النهاردة اليوم اللي بيتم من خلاله رفع الوعي بهذا المرض اللي بالتأكيد مصر كفحته وقضت عليه بعد ثمار إنجازات مبادرة 100 مليون صحة اللي خلت مصر خالية من فيروس سي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف كافة قطاعات الدولة المصرية بالتكاتف، وطبعا بالأخص لو بنتكلم عن وزارة الصحة والسكان، إن هم يدعموا أو تقديم كامل الدعم لهذه المبادرة، مبادرة 100 مليون صحة، وبالأخص طبعا الكشف المبكر عن فيروس سي. وبنتكلم عن أكثر من 80 مليون مواطن يمكن استفادوا من هذه المبادرة يا مصطفى. صحيح، ومش هينفع نتكلم أبدا عن الكبد والتجربة المصرية في مجال الكبد إلا ما نتكلم عن ملف القضاء على فيروس سي، وعن كل ما له علاقة أيضا بأمراض الكبد في هذا اليوم العالمي الخاص بهذا الأمر. دكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة أمراض الكبد أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد هو ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. هنسأله عن كل هذه الملفات. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا أستاذ أسامة. أهلا بحضرتك يا فندم. يمكن كلنا نعرف شخص أو اتنين أصيبوا بفيروس سي. الرقم كان كبير جدا جدا. خلينا نقول عايزة أعرف النهاردة إزاي قادرين إن احنا نقعد النهاردة ونقول لا مصر قضت على فيروس سي، إزاي مصر قدرت إن هي تحرز تقدم كبير في هذا الملف بالتحديد، لأنه ده كان حاجة ملف شائك وكان فيه للأسف فئة كبيرة قوي من المجتمع المصري مصابة بهذا الفيروس، فازاي النهاردة قادرين نقول لا احنا قضينا عليه. طب لو تسمحي لي خليني اقول في الاول ان احنا سنه 2014 يعني من 9 سنين كان الوضع ايه؟ كان مصر تمثل الدوله الاولى في العالم للاسف الشديد في نسبه الاصابه بفيروس سي. فيروس سي كان المشكله الصحيه الاولى في مصر. ليه بقى؟ موضوع مش التهاب كبدي حاد وبعدين مزمن، لا المضاعفات. فكان فعلا نسبه المضاعفات بتبقى عاليه جدا جدا. ومن هنا كان التاسك والتحدي الرئيسي امام الدوله المصريه والقياده المصريه هي كيفيه مواجهه المشكله الصحيه الاولى دي. وخلينا اقول ان احنا من مساله كانت وصمه بتصيبنا كلنا حتى في المؤتمرات العلميه في المراجع كلها ان مصر رقم واحد نسبه الاصابه، والنسبه دي كان منظمه الصحه العالميه كانت 2014 ان حوالي 22% من الشعب المصري بيعاني من فيروس سي.
احنا على الارض الواقع كنا بنقول لا النسبه اقل من واقع الدراسات بتاعتنا، كان حوالي 7-10%، كان يعني كان حوالي 5.5 مليون مواطن مصري بيعاني فيروس سي في 2014. طيب الوضع ايه اللي حصل؟ كان من حسن الطالع ان تم اكتشاف العلاج الفعال بيؤخذ بالفم وبطريقه سهله جدا اللي هو سوفالدي، ودعمه واعتماده في ديسمبر 2013. كان اول مريض مصري بياخده في شهر اكتوبر 2014. في 10 شهور بالظبط عملت اتفاقيات مع الدوله المنتجه، جبت الكميات الكافيه، عملت لوجيستيات الموضوع، وبدات توزعي العلاج مجانا عن طريق المراكز تبع اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. ده مشي طريق من 2014 ل 2018 عالجنا حوالي 2 مليون مواطن مصري. جينا الناس اللي كان عارفين عندهم فيروس سي يعني معظمهم تم علاجهم. المشكله بتاعتنا ان معظم مرضى فيروس سي ما بيبقوش عارفين عندهم المرض وبيدخلوا في المضاعفات، حتى لا قدر الله بيدخلوا في اورام الكبد ما يعرفوش. فكان التحدي ان انت تكتشفي الناس دول في المجتمع كله. من هنا كان فلسفه مبادره 100 مليون صحه اللي هي المبادره التاريخيه كشف مبكر فيروس سي، وخدنا معاها الامراض الغير ساريه اللي هي الضغط والسكر والسمنه. في 7 شهور بالظبط، المبادره اعلنت في اول اكتوبر 2018 حتى اخر ابريل 2019 تم الكشف عن 62 مليون مواطن، ده رقم كبير جدا جدا في 7 شهور بس، وقدرتي تكتشفي المرض في حوالي 2,200,000 مواطن مصري، وتم علاجهم بالايه؟ بالعلاج الفعال المصري. ودي حطوا تحتيها مليون خط، عملتي يعني كذا انجاز. اولا اعاده ثقه في العلاج المصري، وفرت مليارات العمله الصعبه، ومن هنا كمان عملتي بدايه للمبادرات اللي هي الرئاسيه السليمه المعتمده على قاعده يعني الداتابيز، قاعده بيانات قويه جدا بشكل ممتاز جدا جدا. صحيح دكتور، واحنا بنتكلم عن مرض فيروس احنا عارفين ان هو بياتي من تلوث المياه في المقام الاول. لا امال؟ ممكن تلوث الاكل برضو كمان؟ لا خالص. اختلاط الدماء؟ خالص. لا خالص. هنجاوب. اتفضل. الايه عندنا بص 5 فيروسات بيسموها هيباتوتروبكس اللي هو بيسلطنوا الكبد وبيحبوا الكبد. ايوه. الخمس فيروسات اللي هي A وبي وسي ودي واي. الاي والاي اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هو ينتقل عن طريق الطعام والشراب. لكن البي والسي والدي دي غير مكتمل، يجي على فيروس بي. البي وسي والدي بينتقل عن طريق ايه؟ الدم ومشتقاته، يعني العمليات الجراحيه لو الادوات مش مظبوطه، اي شيء بيخترق الجلد او الغشاء المخاطي وكان هذا الشيء مختلط بدم شخص مصاب بيصيب الشخص الايه؟ السليم. يبقى عن طريق ايه؟ العمليه الجراحيه، نقل الدم، الحاجات دي كلها. يعني ما كانش سبب تلوث المياه؟ لا 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 خالص. خالص. ده فيروس ايه؟ ايه وايه. طب خلينا ننتقل لحاجه ثانيه، قصه اشاده منظمه الصحه العالميه بهذا الامر. وحضرتك بتحضر بالتاكيد مؤتمرات علميه كتير وشفت اكيد تقدير الاطباء من جنسيات اخرى للتجربه المصريه. رصدتها ازاي في عيونهم؟ احاديثهم كانت عامله ازاي؟ انا بتكلم عن ردود الافعال. شوف حضرتك احنا يعني انجاز تاريخي بجميع المقاييس، المقاييس العلميه والاحصائيه وكله. يعني لما نقول احنا عشان انا سردت الموضوع ان قبل 2014 كان ايه الوضع؟ احنا رقم واحد في العالم بنسبه الاصابه، وحاليا انت نسبه الاصابه ايه؟ اقل من 1% من عدد السكان، واحنا بنجهز نفسنا ان احنا نكون اول دوله في العالم تحصل على الشهاده المائيه من منظمه الصحه العالميه بخلو مصر من فيروس سي. الاشاده، اشاده زي ما حضرتك تفضلت في المؤتمرات، اشاده دوليه من خلال منظمه الصحه العالميه فعلا في جميع يعني عايز اقول المناسبات، وحطت مصر كموديل نموذج ليحتذى به اي دوله بتعاني من فيروس سي انها تاخد التجربه المصريه انها تحط هدف ليها. هل امراض الكبد بتعالج تماما يا فندم؟ يعني هل النهارده نقدر نقول مريض الكبد ده بتعالج تماما ولا بيبقى فيه لسه رواسب من هذا المرض؟ سؤال مهم جدا طبعا. هو احنا بنقول مرضى الكبد كلهم زي بعض، احنا مرضى الكبد في امراض فيروسيه، ويمكن اليوم العالمي النهارده بالنسبه خاصه بالتهاب الكبد، خاصه التهابات الفيروسيه. التهابات الفيروسيه نفسها بتختلف، يعني في مرحله الحاده، في مرحله جزء من الحاد خصوصا البي والسي والدي بيدخلوا مرض مزمن على فترات قد تصل ل 20 سنه في فيروس سي على سبيل المثال، وبعدين يدخلوا في مضاعفات
مضاعفات اللي الفيروس نفسه اللي هو سواء بقى تليف كبد او حدوث اللي هي التليف الغير متكافئ مضاعفاته استسقاء اعتلال دماغي فشل نتيجه الفشل الكبدي او حدوث اورام والحاجات دي كلها. فهنا حسب المرحله المرحله الحاده لا معظم بيتعالج بطريقه سليمه جدا، ولو فعلا اكتشف الموضوع بدري وتم علاجه بدري الموضوع بينتهي يعني تماما. يعني المزمن فيروس سي من النماذج الناجحه جدا، يعني زي ما قلت من بدايه السوفالت والادويه اللاحقه لا بيتم علاج. يعني التجربه المصريه كان نسبه النجاح العلاج المصري اكثر من 98% وهي زي النسبه العالميه. فاذا فيروس سي التهاب مزمن بيتم علاجه يعني بطريقه فعاله جدا جدا. مشكله فيروس سي، وانا بس هقول كومنت او تعليق بسيط، ان لو الشخص عنده تليف كبد او ما قبل التليف بنسميه اف 3 وتم علاجه من الفيروس، احنا بنحط برضو ان هو بنقول له مبروك انت تعالجت في الفيروس كويس، بس خلي بالك لازم تتابع معانا، بنعمل لك موجات صوتيه كل 3 4 شهور وبنعمل تحليل دلالات اورام اللي هي الكشف المبكر لاورام الكبد. يمكن كان في مبادره رئاسيه هامه جدا اتعملت السنه اللي فاتت في مارس اللي الكشف المبكر لاورام الكبد من خلال اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. انا عايز اقول موضوع الالتهابات الكبديه مش بعبع زي زمان، لا في علاج. فيروس بي رغم ان مفيش علاج فعال زي فيروس سي، ولكن في علاجات بيتم التحكم في موضوع الفيروس ومنع المضاعفات. وبناء عليه احنا نقدر نقول ان مصر انتهت من فيروس سي. طب بالنسبه للفيروسات الكبديه الاخرى A وبي ودي واصلين لغايه فين؟ عندنا نسب، عندنا ارقام، نقدر نقول ان عندنا تحديات؟ شوف حضرتك هو سؤالك مهم جدا، هل الموضوع كفيروس سي خلاص هننام على كده؟ لا احنا بنقول نسبه الاصابه الحمد لله احنا بنعمل خلو، كلمه خلو العلمي ان نسبه الاصابه عندك اقل من 1%، معناه ان في حالات الحمد لله فرديه يعني قليله، احنا بنشوف حتى في عياداتنا او المستشفيات قليله جدا، ولكن لازم عينينا تكون صحيه. سواء للبي والسي والدي عن طريق ايه بقى؟ ان انا امنع الاصابات الجديده. ايوه المرضى اللي بيتم اكتشافهم بيتم علاجهم، دي النقطة بتهمة جدا في الوقاية. نقطة تانية بتنفذي برامج مكافحة العدوى في جميع المنشآت الطبية سواء العامة أو الخاصة، فدي بتبقى مهمة جدا. زائد السلوك الصحي القوي، يعني حتى بنربي ولادنا إن كل واحد يبقى له الأدوات الخاصة بتاعته، فرش أسنان، القصافة، الحاجات دي كلها، هروح محل حلاقة أو مانيكير وباديكير أخد الأدوات بتاعة الحاجات دي كلها. فإذا الوعي الصحي هام جدا جدا عشان قافل الحنفيه. احنا الحمد لله كعلاج ماشيين كويس قوي، الوقايه هامه جدا واحنا ماشيين بيها بشكل جميل من خلال مكافحه العدوى والتخلص الامن من من النفايات الطبيه وبرامج الدم الامن. واحنا في مصر الحمد لله بيتم نقل الدم بشكل امن جدا جدا يمكن من 20 سنه. يمكن انا كنت لسه اسال حضرتك دلوقتي انه يمكن اكتر من طبيب بياكدوا انه مفيش حالات فيروس سي بتجيلهم دلوقتي، وهل ده بيرجع لمحاصرة الفيروس في مصر ولا لا؟ أو حضرتك جاوبت على السؤال ده، هل بنتكلم فعلا في صفر حالات؟ ما اقدرش اقول صفر، وضح حضرتك اللي احنا بنتكلم الكلام العلمي. الكلمة العلمية احنا بنلاقي احنا كأماكن متخصصة بالنسبة للكبد في حالات، ولكن لما نقول حالات نادرة، كلمة نادرة دي معناها فعلا مهمة جدا جدا يعني، وبيتم التحكم فيها يعني بشكل فعال وبتم علاجها بشكل فعال. واهم حاجه يا استاذ سنت ان احنا بندي التوعيه، يعني ان كنت لسه هقول لحضرتك يعني الوعي فعلا. احنا بنشوف دلوقتي حاليا والمرضى قبل 2014 لا الوضع مختلف خالص. يعني فالوضع الحمد لله يعني لا في انجازات كبيره جدا جدا سواء على مستوى الدوله او حتى على مستوى وعي. طب انت كطبيب يا فندم لما بيجي لك المريض هل بتلاقي فيه الوعي ده؟ هل النهارده المريض عنده الوعي ده انه انا سمعت انه دي حاجه خطر قوي فانا عايز اتعالج؟ هل بيجي لك النوع ده من المرضى؟ بيجي طبعا. ليه بقى؟ لان هو يمكن اول الحديث بتاعكم ان كان في الاهل حد من القرايب حد من الجيران كان فيروس سي ودخل فيه المضاعفات او فيروس بي ودخل فيه المضاعفات. فطبعا من نتيجه انا عايز اقول الخلفيه اللي كانت موجوده في المجتمع المصري، فده يعني اصبح يعني ده بنسميه الخوف الايجابي، يعني مش خوف ان هو رعب زي من اول خالص ايام الانترفيرون قبل سوفالدي كان الناس مرعوبين،
لما كناش نقدر ندي الانترفيرون الحقن دي لكل الناس، وكان نسبة النجاح لا تتعدى كام 50%. فكان فيه رعب، اللي بيجيله فيروس فعلا ساعتها يقول لا أنا هنتهي، يعني كان فعلا من اللي بيشوفه حواليه. وكان الوضع دلوقتي لا مختلف خالص، دلوقتي في علاج فعال، في طريقة فعلا ان احنا بتحكم في المرض كدولة وكأفراد ومنشآت طبية بشكل كويس جدا جدا ان شاء الله. التحديات طيب اللي بتقابلني ايه كدولة وكمنشآت طبية وكسلوكيات ايضا بالنسبة للأفراد؟ اللي انت تمشي بيسميه المستدام، زي احنا دايما بنتكلم على التنمية المستدامة، يعني طب وصلت مستوى معين، لو انت اعتمدت وصلت مستوى معين ده وانت ما عندكش الكوادر اللي هي بتراقب الموضوع من اوله بالظبط وبتغير خطتك تبع للموضوع ده، فالموضوع ممكن قد يحدث فيه انتكاس بالظبط. فاذا الموضوع انت عندك الوعي موجود جدا جدا، تدريب الكوادر الطبيه دي هامه جدا جدا، احنا ما نعتمدش على بكالوريوس طب وجراحه او الصيدله والكلام ده، الممارسه العلميه ده التمريض، ده هو الموضوع ده كله تمريض. وده يعني انا عايز اقول ان مش هي العدوى، حضرتك قلت لي من الدم بالظبط، كان ضمن مشاكل يعني بين مريضه التاني كيفيه التعامل، يعني على الاقل تغيير الجلافز الجوانتي الحاجات دي كلها، التخلص الامن حتى من السنون سن الابره في شيء مصمت قوي، الحاجات دي كلها عشان حتى اللي يجي بيلم حتى المخلفات ما يصابش لو صبت. الموضوع بشكل مظبوط. ففي مفردات كتيره جدا جدا، احنا الوعي الحمد لله احسن، بس اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك هي مساله الايه الرقابه والممارسه والموضوع يكون دايما موجود عندنا يعني. طيب حضرتك قلت يمكن في A B و D و C و D من الفيروسات المختلفه، ايه يعني اختلاف الاعراض ما بينهم ايه؟ وبعد الشر على كل الناس اللي بيتفرجوا علينا، يعني ايه الاعراض اللي لو حد حس بيها يقول انا هروح اكشف دلوقتي؟ ممتاز، احنا قلنا في مراحل، يعني مثلا نفرض واحد يعني عادي كويس قوي وبعدين مره واحده سخن ارتفع في درجة الحرارة بشكل كبير، إجهاد بشكل خطير جدا جدا، ممكن لون العين بيبقى أصفر، لون البول بيبقى داكن، أحيانا بيحصل فيه ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، ممكن فيه ألم مفصلية، دي على طول بنقسم الموضوع ده لازم أعمل على طول وظائف الكبد وبعمل له موجات صوتية. دي المرحلة الحادة، ومرحلة حادة عايز أقول لحضرتك فيروس إيه مثلا والإي بيعتمد عليه على الراحة وتنظيم الإيه؟ الأكل. يعني فيروس ايه ما فيش علاج تخصصي اقدر اديه زي فيروس بي وسي والحاجات دي كلها، حتى فيروس بي وسي في الدور الحاد نسبه كبيره جدا ما اداهمش العلاج التخصصي. فاذا الفكره المتابعه الطبيه واعطاء الارشادات بالنسبه للاطعمه والراحه التامه مهمه جدا. في جزئيه بلحم من العجيه، واحد يعني جزء كبير من الناس خاصه فيروس سي بيعدي الدور الحاد وهم مش عارفين، بيسموه سب كلينيكال او غير ملحوظ، بيدخلوا في الدور المزمن وهم مش عارفين، بس في علامات بتبدا تخلينا احنا كاطباء نشوف واحد مجهوده كان كويس بدا مجهوده يقل جدا جدا، احيانا بيبقى فيه شحوب في الايه في الوجه، احيانا في تضخم في الغده الايه النكفيه، احيانا بيبقى فيه دخل في مضاعفات بقى اللي هي مضاعفات دخل في التليف ومضاعفات، تورم في الرجل لا قدر الله اللي احنا مش عايزينه، واحد يجي لاول مره مش حاسس باي حاجه ولا بيشتكي باي حاجه سابقا، نلاقي فيه السسق في البطن، واحد بيجي له الم بنعمله سونار نلاقي فيه بعض البؤر، فدي لا عشان كده بنقول ايه؟ احنا الحمد لله مش لازم اروح لعيادات الاطباء، انا عندي عيادات الكبد منتشره في المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه، اي واحد بيحس باجهاد، اي واحد يعني عايز اقول ايه؟ يعني كان اختلط بقريب له بشكل قوي جدا وكان هذا القريب كان مثلا عنده فيروس بي او اي حاجه وكده وحس بتغير في العلامات، لا اروح اكشف على طول ومن ثم اطمن على نفسي. ولماذا طيب يعتبر يعني فيروس بي الاشد فتكا من باقي الفيروسات؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، يعني طبيعه مش اشد فتكا، انا عايز اطمن حتى بالنسبه للساده المشاهدين عندهم فيروس بي، يعني فكره يقول ان ده اخطر من سي والكلام ده وضلم الدنيا، لا الموضوع مش كده، طول ما انا ماشي صح بيبقى الوضع بيبقى سليم جدا جدا وبيمشي بامان. فيروس بي ان شاء الله في امل، بس احنا يعني اتاخر شويه في انتاج الادويه اللي هي الفعاله زي فيروس سي خلال ثلاث اربع شهور ينتهي، لكن عايز اقول ان احنا مشكله فيروس بي ان هو لو مع الشخص اهمل فيه وما فيش متابعه
البروجريس والتقدم بتاعه بيبقى اسرع جدا جدا من ايه من سي. سي عشان يعمل لي يعني تلايف كبد على سبيل المثال على مدار 20-25 سنه، البي لا ممكن في 5 سنين ممكن يعمل لي التلايف، ممكن يعمل لي مضاعفات التلايف. عشان كده بنلاقي شباب صغير اللي هم اهملوا في نفسهم او ما يعرفوش او الكلام ده كله بيدخل لي في الكلام ده هم لسه يعني سن صغير يعني. فعشان كده الرساله، وانا اشكركم على حكايه العلامات اللي ممكن الواحد اي واحد بيحس باي تغيرات يعني ظاهره له او بيعاني من شيء معين لابد من ان هو يكشف على طول طبيا يعني. ويمكن الاجهاد دي اهم حاجه، لو جداً مجهودك قل مش قادر تعمل نفس المجهود اللي انت كنت بتعمله قبل كده وحسيت نفسك دايما تعبان ودايما منهك، لازم تروح تكشف على وظائف الكبد. كل الشكر ليك دكتور محمد عز العربي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد. كل الشكر ليك يا فندم. شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. سيطرت الأرقام السلبية على نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان 2023، وده بعد نهاية مباريات امبارح في افتتاح مشوار المسابقة في كأس الملك سلمان. تعادل الوداد المغربي مع نظيره السد القطري بدون أهداف في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في افتتاح البطولة العربية اللي بتستضيفها السعودية حتى 12 أغسطس اللي جاي. كمان اتعادل الهلال السعودي مع فريق أهلي طرابلس الليبي في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وده ضمن المباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023. فاز نادي الاتحاد السعودي على الترجي التونسي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في كلاسيكو عربي قوي بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان 2023، ليتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة بالتساوي مع الشرطة العراقي برصيد 3 نقط بعد فوز الأخير صفاقسي 1-0 في الجولة الأولى. تربع المنتخب الوطني للجودو على عرش القارة السمراء، وده خلال مشاركته في منافسات بطولة إفريقيا للشباب والمقامة حاليا في مدغشقر، وحصد المنتخب الوطني كأس البطولة بعد الفوز ب 14 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات. تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان لنصف نهائي سباق 30 متر فراشة بعد احتلالها المركز الخامس في التصفيات بزمن 25.77 ثانية في بطولة العالم للسباحة باليابان. فريق أرسنال حقق الفوز على برشلونة بنتيجة 5-3 في المباراة الودية اللي جمعتهم في الولايات المتحدة، وده ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. فريق النصر السعودي اتعادل مع انتر ميلان بهدف لكل فريق في المباراة الودية اللي جمعتهم ضمن استعدادات الموسم الجديد 2023-2024. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية هنرجع لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. خلينا نقول ان النهاردة نادي الزمالك ربما هيبدأ بطولة مهمة جدا. نادي الزمالك هيبدأ مشواره في البطولة العربية ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وده قدام الاتحاد المنستيري التونسي. نتمنى إن شاء الله للقلعة البيضاء بداية قوية في أول هذه المباريات من هذه البطولة العربية. نتمنى له أكيد يا مصطفى زي ما أنت قلت كل التوفيق. خلونا نتكلم النهاردة بقى عن تشكيل الزمالك المتوقع ومشواره المحتمل في البطولة، كمان انطلاق البطولة اللي بدأت امبارح مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو إسلام محمد الناقد الرياضي. أهلا بيك، صباح الخير عليك. يا بس أنت صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا مصطفى، وصباح الفل على كل مشاهدين برنامج صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين ودايما منورين الدنيا ومكسرين الدنيا كده كالعاده. اهلا يا اسلام. كلنا اتكلمنا عن البطوله العربيه بعد افتتاحها. ايه هي هذه البطوله؟ بتمثل ايه؟ وبالنسبه لنا مشاركه نادي الزمالك فيها عامله ازاي؟ بص يا مصطفى، هي بطوله مهمه جدا. يعني انت لو بصيت للفرق المشاركه كلها فيها هتلاقي فرق كلها كبيره، يعني فرق كلها ابطال في الدوري بتاعها. يعني لو بصيت على اسماء الفرق اللي موجوده هي
اسامي كلها تخض يعني، لك ان تتخيل عندك اتحاد جده، عندك الهلال، عندك النصر، عندك الوداد المغربي، عندك الترجي، عندك الشرطه العراقي، الصفاقسي التونسي. بص كل دي اسماء كلها عمالقه طبعا، بالاضافه للزمالك، بالاضافه للشباب السعودي، اهل طرابلس الليبي. بص اسامي كلها ابطال الحقيقه، شاركوا قبل كده في الشامبيونز ليج الافريقي، واللي شارك في الشامبيونز ليج ابطال اسيا. فبص كلها على بعضها هي بطوله كبيره جدا، والنسخه دي تحديدا نسخه شرسه جدا، بكل بقى الامكانيات اللي موجوده، بكل اللاعبين كمان، الاستقدامات كمان الانديه السعوديه كمان جابتها في الانديه بتاعتها، سواء في النصر او الشباب او الهلال. بص يعني حدث ولا حرج الحقيقه، هي نسخه استثنائيه. ولكن طبعا كل اللي يهمنا في الموضوع كله هي مشاركه نادي الزمالك. مشاركه نادي الزمالك النهارده امام الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري فريق مش سهل، فريق مش هين، شفناه قبل كده شارك قدام النادي الاهلي لو تفتكر في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا، الاهلي فاز عليه بصعوبه هناك، حتى لو المباراه كانت في تونس بهدف نظيف، بهدف محمد عبد المنعم لو كلنا نتذكر. ولكن فريق الاتحاد المنستيري الحقيقه فريق عنيد، فريق مش هقول لك بحجم مثلا النصر او بحجم الهلال او بحجم الترجي، ولكن هو فريق ما نقدرش نقول اللي هو الفي اي بي او الفريق الجيد قوي، ولكن نقدر نقول فريق متوسط. مع اداء الزمالك اللي احنا شايفينه الحقيقه الفتره اللي فاتت، واداء اوسيريو مع الزمالك بالتكتيك اللي هو متعمد ان هو يلعب بيه برضو، او زي ما بنقول بقى بالبلدي كده هو عايز يشربه للعيبه. الزمالك خلي بالك اخر مباراه للزمالك مع اوسيريو من 12 يوم تقريبا، يعني الزمالك بقاله 12 يوم فتره راحه كلها ما لعبش كوره. اعتقد ان الفريق كمان قدر ان هو يعمل ريكفر بشكل جيد، اوسيريو كمان قدر ان هو يعني يدور بقى المجموعه اللي معاه كلها، قدر ان هو يدخل الفريق في السيستم اللي هو عايز يلعب بيه، والتكتيك اللي هو بيلعب بيه دايما اللي هو 3-3-3-1. ممكن تكون دي غريبه على الكره المصريه، التكتيك نفسه او الشكل نفسه، ولكن في المتناول هو الراجل بيلعب بالتكتيك ده، وجاي كمان عشان ينفذ طريقه لعبه. هل بقى الكواليتي اللي موجود في نادي الزمالك هينفذ طريقه لعبه ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده امام الاتحاد المنستيري. مباراه كبيره، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وخلي بالك هي دي مفتاح البطوله بالنسبه لنادي الزمالك. هل الزمالك رايح كتمثيل مشرف، ولا رايح هدفه البطوله زي ما اوسيريو قال في المؤتمر الصحفي، ان الزمالك فريق كبير، الزمالك رايح السعوديه عشان يرجع باللقب لمصالحه جمهور نادي الزمالك. فهل الزمالك النهارده هيدينا الشكل ده، هيدينا المردود ده اللي هو رايح له عشان فعلا البطوله، ولا رايح من اجل التمثيل المشرف؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده في المباراه الساعه 6 طبعا. طيب خلينا احنا هنفصص كده اللي هيعمله نادي الزمالك، ويمكن التشكيل المحتمل والحاجات دي كلها، لكن خلينا نتكلم عن رايك في اداء الفرق عامه في اولى المباريات. يعني هل كانت، انت قلت الفرق الموجوده داخله بشراسه طبعًا، والكلام ده كله، هل كانت الاولى المباريات يعني على قد مستوى اللي احنا كنا مستنيينه؟ بص احنا شفنا المباراه الافتتاحيه الحقيقه اللي هي انتهت بالتعادل السلبي، وكان عندنا كمان لازم نشير لحاجه مهمه جدا، ان المباراه الافتتاحيه كان بيحكمها الحكم المصري محمود البنا. شفنا بعد كده اعتراضات كبيره جدا من نادي الوداد المغربي، لدرجه ان هم نزلوا بيان اعتراضا على التحكيم الكابتن محمود البنا في المباراه. ولكن انا من وجهه نظري انا الشخصيه، وانا ما شفتش تقريبا اي حاجه مؤثره ان الوداد يعني يشتكي بسببها في المباراه. الكابتن محمود البنا قدم مباراه كبيره جدا، كانت مباراه ممكن نقول صعبه شويه، لان مباراه افتتاحيه وانت عارف بطوله كبيره زي دي، وان الكابتن محمود البنا يحكمها، فاعتقد هي مباراه كانت مهمه بالنسبه كمان للتحكيم المصري. هو طرد لعيب طبعا. يعني ممكن ده يكون السبب؟ انا ما اعتقدش ان ما هو ما كانش مؤثر بشكل كبير، يعني هو الكابتن محمود البنا يا مصطفى ما اثرش في نتيجه المباراه، ما اثرش في اي حاجه. ولكن اعتراض نادي الوداد زي ما انت ما قلتي، هو يعني كان ماشي بشكل جيد، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه مؤثره تقول ان الوداد
يعترض على المباراة. أنا مش شايف فيها أي حاجة خالص. يعني ما يعني التحكيم ممكن يأثر على بقية البطولة ولا أنا لا ما أعتقدش. لا يعني ما أعتقدش. من حق الحكم إن هو يعني ما أعتقدش. وبعدين خلي بالك شغله شوف شغله بالظبط. حتى لو طلب غريب يعني. الحكم أكتر واحد بيتمنى إن هو ينجح في الـ في الـ في المباراة بالزبط. أكيد خاصة كمان إن يعني أنت ما عندكش طرف مصري، أنت يعني هو الطرفين من بره. أيوه. يعني سواء الوداد أو الفريق القطري، فالطرفين من الخارج. هو أكتر واحد يعني دايما بعليه العين طبعا، ولو أخطأ الناس مش ما بتسيبوش، لا الصحافة بتسيب ولا الجماهير بتسيب بالفعل. فأنا هي بس بص أقول لك على حاجة، الإخوة في المغرب رابطين بقى الموضوع ده بالأحداث الأخيرة، أحداث مباراة النادي الأهلي طبعا لو تتذكر. فهم ربطوا بقى ده، ربطوا ده بده. فأعتقد أن الكابتن محمود البنا زي ما قلت لك يا مصطفى عمل مباراة كبيرة، مباراة افتتاحية على أعلى مستوى. مش شايف ان هو كان مؤثر في نتيجه المباراه. المباراه انتهت بالتعادل السلبي، وخلي بالك في مباراتين انتهوا بالتعادل السلبي، ومباراتين انتهوا الاتحاد كسب 2-1، والشرطه العراقي كسب الصفاقسي. وبعد كده شفنا الكابتن حسام البدري. خلينا نتكلم طبعا عن الاتحاد السعودي طبعا. ومباراته مع الترجي التونسي. بص يا بسنت، قبل بس ما اتكلم عن الاتحاد السعودي لازم اشيد بطارق حامد. طارق حامد أثبت للجميع يعني بما لا يدع أي شك أن العمر أو السن هو مجرد رقم فقط لا غير. طارق حامد باللي عمله الحقيقة امبارح في مباراة الاتحاد جد أمام الترجي التونسي بالمستوى اللي هو قدمه، عايز أقولك أن طارق حامد امبارح أعلى نسبة تمريرات صحيحة، واخد تقريبا حوالي 96% نسبة تمريرات صحيحة. تمريرات كمان الطولية اللونجو باص واخد يا مصطفى 100%، عمل تمريرتين سلام بنسبه 100%، كمان كان قاطع بشكل كبير للكرات، وكان حائط صد على العمر مجرد. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لك ان تتخيل ان كانتي قاعد بره غول مستني اي خطا لطارق حامد، ولك ان تتخيل ان طارق بالشخصيه دي والكواليتي ده اثبت ان هو متواجد داخل الاتحاد. اعتقد نونو سانتو بعد المباراه دي استحالة ان هو يستغنى عن طارق حامد. خلينا نتكلم عن التشكيل المتوقع للمباراة في ظل اللي بتقوله عن طارق حامد. تعتقد اسوريو هيعمل ايه في ظل فريق قوي زي اتحاد المنستير؟ بص قبل ما اتكلم عن التشكيل يا مصطفى، انت لو سألت اي حد من السادة المشاهدين اللي متابعينا دلوقتي اكتر لاعب اثر داخل نادي الزمالك عن رحيله، هيقول لك طارق حامد تحديدا ثم امام عاشور. طارق حامد ساب اثر كبير جدا 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 في وسط ملعب نادي الزمالك، ومن بعده امام عاشور. ولكن لو جيت بقى اتكلمت عن اوسيريو وعن التشكيل المتوقع، اعتقد هو مش هيخرج بره اللي كان بيلعب بيه الفتره اللي فاتت. عايز كمان اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان الزمالك ضاف 2 لعيبه بالامس او 3 لعيبه، منهم يوسف اوباما واللاعب حمدي علاء واحمد زكي. دول اللاعبين اللي كانوا معارين، الزمالك قدر ان هو يضمهم للقائمه، بالاضافه طبعا ليوسف اوباما. اعتقد ان دول هيكونوا عناصر مهمه جدا داخل نادي الزمالك طبعا في البطوله العربيه. فاعتقد اوسيريو مش هيخرج عن التشكيل اللي هو كان بيلعب بيه المباريات اللي فاتت. القائمه كمان بتاعه الزمالك هي قائمه محدوده، مش هقول لك فقيره، لا هي قائمه محدوده طبعا مع وقف القيد اللي الزمالك بيعاني منه. فاعتقد ان التشكيل المتوقع لو جينا بصينا له، محمد صبحي طبعا في حراسه المرمى، هيبقى عندك في خط الدفاع حاتم سكر، حسام عبد المجيد، اعتقد بقى في هنا بقى عمرو السيسي، محمد عبد الغني، عندك كمان فتوح. الحته بقى اللي هي المشكله اللي انا كنت بكلمك فيها، اللي هي مشكله وسط الملعب بتاع نادي الزمالك، عندك رؤى دونجا، اعتقد دول الاثنين اللي هيكونوا في وسط الملعب. قدام بقى في مشكله بقى عندك، يعني ممكن هل هيبدا بشيكابالا ولا هيخلي شيكابالا ورا رابحه ممكن يستفيد منه الشوط الثاني. ما اعتقدش ان ممكن يبدا بشيكابالا خالص، ممكن يبدا احمد سيد زيزو طبعا حاجز مكانه في التشكيله الاساسيه. عندك الجزيري في الخط الامامي طبعا وخط الهجوم. طيب الزمالك يمكن بيمر بفتره صعبه شويه، لكن هل وجود الجماهير هتاثر عليه ايجابيا؟ خلينا نقول هتخليه يلعب احسن. بصي الزمالك عايز اقول لك اي مكان بيروح فيه، يعني زي ما احنا بنتكلم الحقيقه عن النادي الاهلي، ان الاهلي لو راح في اي مكان سواء في افريقيا او في اي دوله عربيه بيلاقي جماهيريه كبيره جدا. الزمالك برضو ايضا عنده جماهيريه،
ولكن الزمالك زي ما قلت لك، انا بس كل المشكله في نادي الزمالك الكواليتي اللي موجود مع اوسيريو والسكواد اللي موجود مع اوسيريو، هل هيساعده في البطوله العربيه دي ولا مش هيساعده؟ ده اللي احنا هنشوفه الحقيقه النهارده في قدام الاتحاد المنستيري. ولكن الضغط الجماهيري زي ما قلت لك مفيش اي مشكله، خاصه كمان ان انت بتلعبي فريق تونسي، يعني انت ما بتلعبيش صاحب الارض مثلا او ما بتلعبيش فريق في السعوديه طبعا. يعني لك ان تتخيلي الزمالك لما يقابل النصر السعودي مثلا او لما يقابل الشباب السعودي، ده هيبقى ضغط وهيبقى لود اكتر على لاعبي الزمالك. ولكن بالنسبه للاتحاد المنستيري وبالنسبه لنادي الزمالك اعتقد المواجهه متكافئه 50-50، ولكن حذاري على لاعبي نادي الزمالك النهارده زي ما قلت لك، لان في سرعات كبيره جدا في الخط الامامي بالنسبه للاتحاد المنستيري، والتكتيك اللي بيلعب بيه هو تكتيك خطير جدا اللي بيلعب بيه اوسوريو، فاعتقد هيكون في مساحات كمان خلف دفاع نادي الزمالك لو استغلها الاتحاد المنستيري، اعتقد هيبقى في مشكله كبيره جدا 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 هتواجه نادي الزمالك. طب هل تتوقع تفوق العرب على رونالدو وبنزيما في هذه البطوله؟ بص يعني لا بكل امانه لا. بنزيما ورونالدو في حته ما ينفعش، للامانه ما ينفعش ان احنا نقارنهم باي حد. انا بس في لقطه مهمه جدا كنت اتمنى من اخواتنا يعني في الاعداد ان هم يجيبوها لنا، لقطه طارق حامد مع بنزيما لو موجوده بس معاهم يا ريت يجيبوها لنا كصوره بس كده، كنت عايز اتكلم على الجزئيه دي. ولكن لو جينا اتكلمنا عن بنزيما مصطفى وعن كريستيانو رونالدو، لا دول انا عارف ان هم في حته ثانيه، حته ثانيه خالص. بس هي البطوله دي معموله علشان يعني نقول بروزه الموقف ده. بص اللي بيعمله الكره السعوديه الفتره الحاليه اعتقد هو بيلم العالم كله حواليه وليس المصريين فقط، عشان تبقى فاهم. انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اني عايزك تتابع بعد سنه او سنتين يا مصطفى، شوف الدوري السعودي هيبقى فين وشوف المتابعين هيبقوا فين. الموضوع مختلف تماما. عايز اقول لك ان من السابع او من الثامن من الدوري السعودي بيعمل صفقات تقريبا انت ممكن ما تسمعش عنها هنا في عندنا في مصر. يعني انت لك ان تتخيل ان طارق حامد معاه بنزيما، معاه كانتي قاعد بره. خلي بالك كانتي ده من افضل لاعبي وسط في العالم قاعد لطارق حامد بره. فاعتقد لا مفيش منافسه، ما ينفعش ان احنا ننافس اي لاعب عامه من العرب بجوار كريستيانو رونالدو او بنزيما تحديدا. ولكن لو جيت قلت لي طارق حامد وكانتي، هقول لك هنا بقى الموضوع بقى 50-50 دلوقتي. انا طارق حامد دلوقتي عاد اكتشاف نفسه بكل امانه، عاد اكتشاف نفسه من جديد. طارق حامد كانت في ناس خلاص قربت تقول له انت هتبطل كوره. طارق حامد كان من اللعيبه المرشحه ان هي تطلع من اتحاد جده، ونونو سانتو تحديدا اتعمد ان هو يلعبه المباراه بتاعت امس دي يا مصطفى، وكانتي قاعد بره عشان يشوف طارق حامد هل هو هيستمر معاه ولا مش هيستمر، لان طارق كان من اللعيبه اللي هترحل من اتحاد جده الحقيقه. طيب الشرطه العراقي فاز على الصفاقسي التونسي، ويمكن حسام البدري استقال من بعد هذه المباراه. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ بص يا بسنت، معلومه انا هقول لك معلومه والكلام ده انا بقوله لك يعني على مسؤوليتي الشخصيه. كابتن حسام البدري اثناء توليه القياده الفنيه لنادي الصفاقسي التونسي كان جاله عرضين يا مصطفى، عرض من الزوراء العراقي وعرض من هنا من داخل مصر من نادي الاتحاد السكندري قبل نادي الاتحاد ما يتعاقد مع الكابتن طارق العاشري. كابتن حسام البدري اخر شهر ليه كان هو شهر اغسطس اللي جاي ده مع نادي الصفاقسي التونسي. الحقيقه كابتن حسام البدري جمعته جلسه امبارح مع رئيس نادي الصفاقسي تحديدا بعد مباراه الشرطه العراقي، وقال له انا مش هقدر اكمل لغايه كده، مش هقدر اكمل. خلي بالك الصيغه بقى اللي طالعه بيها ان هي الاستقاله، ولكن خليني اقول لك هي طالعه بشياكه على شكل استقاله، ولكن الموضوع غير كده تماما. الموضوع مش استقاله خالص، انا باكد لك الكلام ده يا مصطفى، ولكن هي طلعت من نادي الصفاقسي التونسي ان هو شكرا للكابتن حسام البدري على الفتره اللي هو قضاها مع نادي الصفاقسي على هيئه استقاله، ولكن هي مش استقاله على الاطلاق. فخلاص الكابتن حسام البدري رحل، والاقرب ان هو الفتره اللي جايه هيكون في نادي فيوتشر هنا في الدوري المصري. يعني تتوقع المباراة ما بين الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك تنتهي بكام، والتفوق يبقى لصالح مين؟
بص طبعا امنيتنا اكيد طبعا بالنسبه لنادي الزمالك التوفيق. الزمالك بيمثل مصر، يعني لما بنيجي نتكلم بنقول الزمالك المصري، ولكن المباراه صعبه جدا. فريق الاتحاد المنستيري زي ما قلت لك فريق مش سهل، فريق مش هين، هيدخل المباراه طبعا عايز يكسب. اي فريق خلي بالك بيلعب اول مباراه يا مصطفى هي بتبقى مباراه عنق الزجاجه. زي ما قلت لك مفتاح البطوله النهارده في ايد نادي الزمالك. هل الزمالك هيكمل في البطوله، هيكمل في البطوله، ولا رايح تمثيل مشرف وهيرجع من الـ من الـ من الدور التمهيدي؟ نتمنى طبعا الفوز لنادي الزمالك، ولكن اتوقع المباراه هتكون صعبه جدا. الاتحاد المنستيري لو ما فاز على الزمالك ما اعتقدش ابدا ان هو ممكن يخرج خسران. ان شاء الله النهارده هنشوف مباراه حلوه جدا طبعا، ان شاء الله هنستمتع بفوز نادي الزمالك باذن الله. كل شكر ليك اسلام محمد الناقد الرياضي على وجودك معنا. بشكرك يا بسنت وبشكرك يا مصطفى. شكرا لك يا اسلام. خلينا نروح سريعا لموجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا لميا حمدين. تفضلي لميا. شكرا لك مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في فعالية النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية والتي تعقد بمدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية بحضور جلسة العمل للمنتدى الاقتصادي والإنساني، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد كبير من القادة الأفارقة. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في كافة المجالات. وتناولت المباحثات آخر تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، منوها إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجيا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبا، ومعربا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر. رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية بالبدء في تفريغ حمولته من النفط الخام. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية. قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء انفجار لعبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الروسي السوري عن وزارة الداخلية. ووصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بالإرهابية، ووقع جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على أهداف بمنطقة موسكو. وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة عسكرية أوكرانية قبل أن تتمكن من مهاجمة أهدافها في موسكو، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن الضحايا أو أضرار للمباني.
زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كاتدرائية التجلي في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، والتي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي تعرضت له سابقا. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن زيلنسكي عين الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف الأخير على البنى التحتية والمدينة والوسط التاريخي لأوديسا. وأضافت الرئاسة أن زيلنسكي اطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن، إضافة إلى إمكانية إعادة بنائها. قال البيت الأبيض أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن مبادرة الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أسفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من هذه الكمية الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في بعض أكثر المناطق تضررا في العالم. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يعني من ألطف الحاجات اللي في الصيف هي الأجازات والبحر، وإنك كده تبقى قاعد بتشوف مهرجانات، ويمكن الممشى السياحي في مدينة العالمين اللي طوله 7 كيلومتر، في مطاعم وكافيتريات ومولات تجارية، كمان حارات للدرجات، في كمان بحيرة صناعية. كل ده هنشوفه مع بعض في التقرير اللي جاي. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. انا موجود دلوقتي على الكورنيش الخاص بالعالمين الجديده ومن امام الابراج، وعلى يميني في الشواطئ الخاصه بالعالمين الجديده، وعلى شمالي في مارينا العالمين، وفي ظهري كده منطقه ترفيهيه وكل الاطفال بيلعبوا والعائلات موجوده علشان تستمتع باوقاتها المختلفه وتستمتع بجمال الشواطئ وجمال الكورنيش. الحقيقه انه العالمين الجديده ليها طابع خاص. خدنا اراء الناس وشفنا يا ترى العالمين الجديده اتغيرت ازاي، وخدنا كمان ارائهم فكره الكورنيش في حد ذاته شكله اتطور ازاي. دلوقتي هنتابع مع بعض تفاصيل الكورنيش، وهنشوف كمان ايه هي اللي بيحصل على الكورنيش، والناس رايها ايه في الكورنيش سواء الموجودين في العالمين او حتى الزوار اللي جم العالمين. من اهم الانشطه لاي حد بيصيف في مدن ساحليه يحب يعملها انه يتمشى على البحر، وعشان يزيد استمتاعه ووقته بيحتاج لمكان منظم وشكله جميل يتحرك فيه براحته هو واصحابه او هو وعيلته. مدينه العالمين الجديده استقبلت زوارها بتجهيز وترتيب ممشى سياحي جديد بطول 14 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله، كل اسبوع احسن من الاول. العالمين اتغيرت والله، احنا بتوه نوصلوا بيتنا من التغيير اللي كل يوم ده. ما شاء الله ما شاء الله، العالمين بات حاجة تاني، مبسوطين من المكان خالص، ولو في تقدم قامت يعني. فالناس مبسوطة قوي بالعالمين الجديدة، العرب والاسكندرانيين والمصريين والليبيين والسعوديين، كل الناس بتيجي هنا، يعني مصر بقت حاجة تانية خالص. الممشى بيضم خدمات لكل الرواد، بداية من أماكن للجلوس ومظلات تحمي الزوار من أشعة الشمس، بالإضافة كمان لمقاهي ومطاعم صغيرة لتوفير المشروبات والأطعمة. كمان الممشى بيوفر أماكن ترفيهية للكبار والصغار، وبيسمح بلعب الأطفال في مكان آمن ليهم. والله أنا سمعت على العالمين قبل ما أجي، بس لما جيت شفت حاجات انبهرت بها أكتر من اللي أنا سمعته يعني. يعني مثلا الواحد بيفك من ضغط الدراسة وكده، بيجي هنا يعني يفك وكده، يعني بنتمشى نقعد نشرب حاجة، بتبقى الدنيا لذيذة يعني. لا الكورنيش جميل بصراحة، ويعني لما الواحد بيتمشى عليه كده بيغير جو وبيحس بشعور مختلف يعني كده شوية. المكان شكله جميل جدا والله، جميل روعة ومتاح للناس كلها، هوت الناس تيجي تتفرج وتشوف. الممشى السياحي بيعتبر جزء من خطة متكاملة لمدينة العالمين اللي تحولت من مدينة ساحلية محلية إلى مدينة سياحية عالمية، بتستقبل كل الزوار وكل فئات المجتمع من مصريين وأجانب من كل دول العالم. ولو بنتكلم عن العالمين، في حاجة كده اسمها اللاند مارك، أو يعني العلامة المميزة. أهم علامة مميزة في مدينة العالمين هي أبراجها، أبراج العالمين اللي بتضم وحدات سكنية فندقية، بتضم طوابق تجارية وطوابق إدارية، تعتبر من أهم وأبرز العلامات، مش على يعني منطقة العالمين بس، على شاطئ المتوسط كله. غير أن منطقة الأبراج دي كمان زي ما احنا عارفين فيها مناطق ترفيهية بتطل مباشرة على البحر. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد أهم ملامح هذا الأمر.
ست سنين كانت كافية لتتحول أرض العالمين من صحراء جرداء لمدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، عشان تصبح مدينة العالمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي مصريين أو أجانب. أنا مغتربة عايشة برا، وأنا بقالي كذا سنة ما نزلتش يعني ما جيتش هنا. أنا جاية السنة دي أول سنة وأوي، أنا مبهورة اللي بيحصل حاجة. يعني أنا حتى الناس اللي معايا الجاليات العربية اللي موجودة برا بيقولوا لي، يعني أنا عايشة في السعودية بيقولوا لي سعوديين الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل إنجاز مش طبيعي، أنت إزاي ما روحتيش لحد دلوقتي شفتي. لما جيت هنا أنا بجد فخورة بيه، يعني أنا بجد يعني thank you يا مصر. العالمين بقت جميلة جدا، والممشى شكله حلو، والزينة بقت شكلها حلو جدا، أحسن من الأول. فرحانة قوي والله. ومن أهم نقاط التحول الانتهاء من واجهات جزء كبير من أبراج العالمين الجديدة اللي بيصل عددهم ل 15 برج، وبيصل ارتفاع كل برج فيهم ل 100 متر تقريبا، وتم تشغيل ما يقرب من 50% منهم، وبيحتوى على شقق فندقية وسكنية وإدارية، ده كمان غير الخدمات اللوجستية من مولات وأماكن ترفيهية بتقدمها الأبراج. تطورات سريعة جدا، يعني مش ممكن تحدث، يعني تلاقيها في أي مكان. المكان نفسه كمكان سياحي هو نفسه مطلوب، إن شاء الله كل يوم بيتغير، كل يوم. يعني لو أنت جيت النهاردة وجيت بكرة هتلاقي مثلا إيه مكان مش مجهز بقى مجهز. هو الحاجة الوحيدة اللي ناقصة في الكورنيش كله الحاجز، الحواجز تكمل، الحواجز زي الحواجز اللي بتشوفها في مارينا، بس إذا اكتملت كده تبقى كل الشواطئ 10 على 10. وتعتبر مدينة العالمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وواحدة من مدن الجيل الرابع، وما تختلفش كتير عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية. خلونا دلوقتي نروح لزميلنا باسم أبو العنين، هو دلوقتي موجود في العالمين، نعرف منه أبرز الفعاليات لمهرجان العالمين النهاردة هتكون إيه. صباح الخير عليك يا باسم. صباح الفل عليك من العالمين، صباح الفل على كل المشاهدين. النهاردة احنا موجودين في العالمين بنتابع الفعاليات اللي انطلقت في العالمين تقريبا في يوم 13 يوليو تحت عنوان العالم عالمين. مدينة العالمين زي ما احنا عارفين هي مدينة، أول مدينة مليونية على الساحل هنا، ومدينة من مدن الجيل الرابع، وبتستهدف لإقامة مش تبقى مجرد مكان صيفي فقط، ولكن تكون مدينة سكنية كاملة على مدار العام الكامل. وطبعا تم استغلال فترة الصيف والزخم اللي بيكون في الصيف، والموقع المتميز في الحقيقة اللي موجودة في مدينة العالمين يمكن في متوسط الساحل من مطروح لإسكندرية هي في المنتصف تماما، وبالتالي هي منطقة جاذبة كل المناطق المحيطة بها على امتداد الساحل الشمالي. تقديم المهرجان، مهرجان العالم عالمين اللي بيقدم فنون مختلفة وعروض مختلفة، عروض جوية وعروض ألعاب مائية وعروض فنية، وفي الحقيقة كان وما زال في إقبال جماهيري متزايد، سواء من المقيمين في الساحل في فترة الصيف، وفي ناس بتيجي من محافظات أخرى كمان لحضور فعاليات حفلات والرجوع تاني. فأنت تقدري تقولي إن الفعاليات بتنافس على أو جمهورها من المقيمين أو الوافدين حتى لسياحة اليوم الواحد. امبارح الخميس كان من أبرز الحفلات اللي كانت موجودة والعروض الفنية، كانت حفلة النجم أحمد سعد، واللي كان عليها إقبال كبير قوي، وكان جمهورها موجود سواء من العائلات، من الشباب، من الوافدين لمتابعة الحفل، واللي استمر لأوقات متأخرة بعد منتصف الليل. وطبعا سبق ده تجهيز المسرح وتجهيز المؤثرات الضوئية والصوتية إلى آخره. برضو من الحفلات اللي كانت شيقة جدا وكانت من يعني لفت النظر وكان في إقبال جماهيري عليها، كان حفل فرقة هارموني.
فرقة هارموني فرقة صاعدة وواعدة تابعة لجامعة عين شمس تحت رعاية السيد رئيس جامعة عين شمس. كان الغرض والهدف الأكبر للفرقة دي إن هي تكون رابط ما بين الطلاب اللي موجودين الحاليين والخريجين، تكون يعني زي همزة ربط بين اللي موجودين واللي تخرجوا، ومش شرط إن يكون الطالب أو الطالبة المتقدم أو الملتحق بالفرقة دي يكون حد بروفيشنال، بس هو جاست يكون عنده نقدر نقول الخامة أو عنده الموهبة، وهم بيتبنوه بيلاقي الرعاية الفنية اللي محتاجها. طبعا الموضوع دخل في شق تاني إن هم بدأوا كمان يفتحوا باب الترشيح والعضوية للطلاب من الجامعات المصرية الأخرى. امبارح الحفلة بتاعت هارموني كانت بتقدم أكتر من 200 من الطلاب والطالبات، كانوا بيقدموا فنون غنائية مختلفة من الفولكلور المصري النوبي أو الفولكلور الصعيدي أو الأغاني الشعبية المصرية، أغاني للفنان مثلا محمد منير، الفنان عمرو دياب، فنان أحمد سعد، ريميكس لطيف كانوا بيعملوه. وفي الحقيقة اللي كلفت للنظر إن كان إقبال كبير قوي على الفرقة دي، زائد ان الفرقه دي كانت بتقدم الفقره بتاعتها امبارح من خلال ما يسمى بمسرح الشارع، مسرح الشارع في العالمين الجديده، وهو مسرح مفتوح للجمهور ومجاني والحضور فيه لمن يريد الحضور، وكان في اقبال كبير قوي من الزائرين ومن المصطفين ومن اهل العالمين والمناطق المجاورة. في الحقيقة كانت ليلة كرنفالية تنضم إلى ليالي العالم عالمين المستمرة على مدى 45 يوم من منطقة العالمين في الساحل الشمالي. منظر كان مبهر وكان مبهج ولا يقل بل ويزيد عن مثيلاته في العروض اللي موجودة في مدن وفي دول أخرى. ده كان أبرز ما حدث بالأمس هنا في العالم. شكرا لك يا باسم أبو العنين زميلنا وموفدنا إلى مهرجان العالمين. ربما لخص لنا الحالة زي ما قال تحديدا، حفلة أحمد سعد امبارح كانت من أهم الحفلات على الإطلاق بعد حفلة تامر حسني. النهاردة في حفلتين زي ما احنا عارفين يا بسنت، حفلة الفنان رغب علامة ونانسي عجرم والفنانة نانسي عجرم. بالضبط. على أي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. امبارح كان في نشاط مكثف لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية اللي بتعقد حاليا في مدينة سان بطرسبرغ، وحتختتم فعاليات هذه القمة مساء هذا اليوم. الحقيقة امبارح كان في تصريحات كثيرة للرئيس الروسي، ومنها اللي أكد فيها على أن روسيا مهتمة بزيادة تعميق علاقتها في مختلف المجالات مع القارة الإفريقية، وأن موسكو كمان بتعمل على تعزيز مشروعاتها بمحطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بيك. صباح الخير أستاذ حسن. صباح الخير أستاذ. أهلا أستاذ أحمد، وربما بالتأكيد تابعت امبارح فعاليات هذه القمة، ما هي أهمية هذه القمة بالنسبة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالتحديد؟ فيما يخص مصر، أنت بتتكلم على عام استثنائي، أنت بتتكلم على أن هذا العام في أغسطس القادم سيشهد الاحتفال ب80 عام على العلاقات المصرية الروسية. تمام. فيما يخص مصر، ده تدشين وتأكيد على نجاح السياسة الخارجية المصرية والثوابت بتاعتها في التعامل مع مش القارة الأفريقية بس، ولكن المبادئ التي أرسلتها في العلاقات الدولية. المبادئ المصرية في العلاقات الدولية قائمة على فكرة تحقيق المكسب للجميع، قائمة على فكرة الاحتفاظ على مسافة متوازنة ومسافة واضحة بين كل الدول، قائمة على فكرة الدفاع عن حق الجنوب وإعلاء صوت الجنوب فيه وحقه العادل في التنمية. كل دي مبادئ بترسخها انعقاد النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية. القمة الأفريقية الروسية هي كانت أحد نتاج المجهودات الدبلوماسية المصرية اللي كللت بالنجاح وقت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقدت الدورة الأولى منها عام 2019 في سوتشي، وده كانت بالرئاسة المصرية الروسية. النهاردة أنت في رئاسة دولة جزر القمر وروسيا لهذه القمة،
ولكن ده استمرار وتأكيد على نجاح الدولة المصرية في السياسة التي وضعتها من أجل إعادة هيكلة علاقات الاتحاد الأفريقي بكل دول العالم. فيما يخص مصر، الأزمة في توقيت أو القمة في توقيت يمر به العالم بالعديد من الأزمات، من المهم في إطارها التعبير أولا عن الرؤية الأفريقية لهذه الأزمات، خاصة في ملفات بعينها، ملف الأمن الغذائي، ملف أمن الطاقة، ملف ما يتعلق بأزمة الميليشيات التي تهدف إلى استقرار أو عدم استقرار بعض الدول الأفريقية، ومن ثم قمة في توقيتها مهمة جدا. فيما يخص العلاقات المصرية الروسية مباشرة، مصر شريك استراتيجي للدولة الروسية، احنا موقعين اتفاقية شراكة مع الدولة الروسية دخلت حيز التطبيق عام 2020-21، وليها مجموعة من الأبعاد ترتكز على إقامة المشروعات التنموية العملاقة، أبرزها محطة الضبع النووية، أبرزها المنطقة الاقتصادية الروسية في شرق السويس. إذن أنت تتحدث عن علاقات تضرب بالتاريخ، 80 عام من هذه العلاقات يرسخ هذا التواجد المصري القوي والفعال، وهذه الرؤية المصرية الواضحة اللي طرحت عبر جلسات القمة المختلفة. طيب حضرتك اتكلمت ان دي القمه الثانيه، القمه الاولى كانت في 2019، وفي الوقت ده كانت مصر بترأس الاتحاد الافريقي، وفي الوقت ده عكست هذه القمه حقيقه استهداف مصر ل، خليني اقول قد ايه مصر كانت بتبذل الكثير من الجهود لافريقيا تكون مش بس قاره متطوره اقتصاديا، لكن كمان هي تقدر تحصل على فرصه عادله، خليني اقول من التنميه الصناعيه والتكنولوجيه. النهارده في القمه الثانيه احنا مستنيين ايه، خليني اقول، من رئاسه جزر القمر لهذه للاتحاد؟ يعني هو الامر لا يخرج عن الخط الذي وضعته الدوله المصريه لعمل الاتحاد الافريقي، وفقا لاسس واضحه في اقامه علاقاته مع كافه دول العالم. ويمكن الكلمه لرئيس جمهوريه جزر القمر عاكسة لهذا التوجه، أن الدول القارة الأفريقية تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كافة دول العالم. ليس معنى تواجد الدول الأفريقية في هذه القمة أنها لا تشارك أو لا، أو أن ذلك الأمر يمثل انقطاعا في علاقاتها مع باقي قوى العالم، ولكن هذه فرصة تاريخية من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري، من أجل البحث في مشروعات التنمية المستدامة المستقبلية وفقا للأجندة الأفريقية 2063. هذه كلها أمور ينبغي أن نضعها نصب أعيننا ونحن نحلل هذه القمة. أفريقيا لديها إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بمعدلات التنمية، فيما يتعلق بأزمة المناخ، فيما يتعلق بأزمة التنظيمات الإرهابية التي تعمل أو تجد مساحات في الدول التي تنهار في القارة الأفريقية والتي تتعرض لإشكاليات حقيقية. ومن ثم أفريقيا لديها أجندة واضحة في التعامل مع هذه الملفات، عكستها كثيرا كلمة رئيس جمهورية جزر القمر في هذا الإطار. لكن اللي بيهمنا أن الرؤية المصرية نفسها لهذه القمة رؤية مختلفة. مصر تنظر إلى هذه القمة باعتبارها فرصة تاريخية، فرصة تاريخية لإعادة تصويب مسار العلاقات الدولية. مصر تبحث مع باقي دول القارة الأفريقية التدخل وفقا لهذه المواقف المشرفة والمواقف الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من كافة قوى العالم ودول العالم، أن احنا نبحث عن دور فعال في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بما أنتجته من أزمات. خلينا نقول بصورة أوضح أنه في القمة الأولى كانت تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية وروسيا، لكن اللي حصل أن حصل تراجع في هذه، يعني احنا وصلنا في السنة الأخيرة لما يقرب من 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية وروسيا، نصيب مصر منهم لوحدها 6 مليار دولار. فلك أن تتخيلي تأثير مصر في حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية وروسيا. مصر دولة مهمة وركيز استراتيجي مهم للدولة الروسية في هذا السياق. لكن اللي بيهمنا هذا التراجع الذي حدث، هذا التراجع الذي حدث له مدلولاته العالمية. هذا التراجع لا يحدث من فراغ، ولكن يحدث نتيجة أزمات العالم. دائما أبدا لما بنتكلم بنقول للمواطنين المصريين وبنقول لباقي شعوب الدول القارة الأفريقية وباقي شعوب المنطقة، انظروا إلى الصورة الكلية، لا تحاولوا أن تحللوا المشهد وفقا لمعطيات الأمور الداخلية فقط، ولكن من المهم جدا أنك تنظر إلى معطيات الصورة الكلية. الصورة الكلية أن العالم كله في أزمة، والأزمة ستزداد وطأة في الفترة القادمة. يمكن من أهم الأمور المطروحة على الأجندة الأمن الغذائي، والأمن الغذائي طبعا انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود،
ده أمر بيعكس كما برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤية مهمة جدا لروسيا في هذا السياق. شفت ازاي كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبيقول انه روسيا ستصدر الحبوب لستة الدول الأفريقية بدون مقابل. طيب روسيا تنظر للقارة الأفريقية باعتبارها قارة بكر لم تستكشف بعد، بها فرص للتعاون والتنمية كثيرة، خاصة في مجالات الري، في مجالات الزراعة، في مجالات نقل خبرات التكنولوجيا، في مجالات نقل خبرات الزراعة الحديثة، ولكن يبقى مخاوف أفريقية مشروعة الحقيقة، أنه إحلال الدور الفرنسي، إحلال دور الاستعمار القديم بقوة اقتصادية مؤثرة قد تكون هي المهيمنة عبر اقتصادياتها. يعني لما بنشوف هذا التمدد الروسي الصيني في داخل القارة الأفريقية، الصين هي الشريك الاقتصادي الأكبر للقارة الأفريقية الآن، روسيا تحاول أن تجد لها مساحة عبر التأثير العسكري، روسيا ترتبط بعلاقات عسكرية واتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول الأفريقية، ويمكن العديد من الدول الأفريقية ذاهبة إلى هذه القمة بهدف تعزيز هذا التعاون العسكري ونقل الأسلحة الروسية إلى داخل هذه الدول. إذن روسيا تحاول أن تجد لها منفذا إلى داخل القارة الأفريقية من خلال هذه القمم، إنها مصالح متبادلة، خلينا دائما نركز على هذا الأمر، ترتبط دول العالم جميعا مع بعضها البعض بمصالح متبادلة، هذه المصالح تتباين وفقا لظرف من الآخر، ولكن في هذه اللحظة الآنية روسيا لها مصالح أكيدة صحيح في التواجد في داخل القارة الأفريقية، تستغل كافة الإمكانيات والسبل الممكنة، حتى الشعارات المرفوعة، شعارات التنمية والعدالة ينبغي أن تترجم على أرض الواقع. بالطبع روسيا وفرت الأمن الغذائي والأمن الحبوب والقمح إلى العديد من دول القارة الأفريقية، ومصر كان لها نصيب الأسد في هذه الحصة الموجهة إلى دول القارة الأفريقية، لكن في ظل المعوقات الدولية هنا لازم نقف وكلنا نتباحث، هل يمكن أن تكون دول القارة الأفريقية مؤثرة أو يعني رقما فاعلا في إعادة تصويب مسار هذه الأزمة؟ يعني أنت بتتكلم على أزمة الحبوب، أنت بتتكلم على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، الرئيس بوتين هل يمكن أن يحدث ذلك إن استغنت هذه الدول عفوا مصطفى الهيمنة الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية؟ يعني الرئيس بوتين أوضح حصة روسيا وحصة أوكرانيا من تصدير الحبوب، وأوضح أن هذه رواية غربية مغلوطة. يعني لازم دايما نقف عند السرديات اللي بيتم ترديدها عبر منصات الإعلامية المختلفة، السردية مهمة جدا الغرب طالما أكد عليها، أن روسيا وأوكرانيا عندهم 50% من سلة القمح العالمية، لكن لما بيجي الرئيس بوتين ويوضح حجم المشاركة الروسية وحجم المشاركة الأوكرانية، ويوضح أن التصدير الأوكراني إلى اتجاهه كان فين، يعني روسيا تتجه بتصدير القمح إلى الدول الأكثر احتياجاً، الدول الأكثر عاوزة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم منذ جائحة كورونا، بيتكلم في نفس الوقت إلى أن هذا التصدير أو هذا الحجم من المساهمة الأوكرانية اللي بتبلغ 3% بتتوجه معظمها إلى دول القارة الأوروبية. دي أرقام ينبغي أن احنا نقف قدام دلالاتها ونتفهم أن هذه وجهة نظر لها مدلول في إدارة هذا الملف، وأنه لما بيتكلم على أنه هو انسحب من هذا الاتفاق لأنه عايز يقول أن الأمر لا يراعي العدالة، والعدالة الآن مطلب مشروع لكافة دول القارة الأفريقية، ويمكن العدالة أمر تتبناه الدولة المصرية. الحقيقة أنك أنت بتبقى موجود في ظل هذه الأمور وسط يعني اشتباكات مهمة جدا. أنت كنت منذ فترة قليلة في قمة التمويل الدولي في فرنسا، فرنسا تتبنى المطالب العادلة لدول القارة الأفريقية في الحصول على تمويل عادل وإعادة هيكلة الديون بتاعتها، لكن في نفس الوقت بتثار تساؤلات كبيرة حول أن روسيا هي الدولة التي تدخل لكي تحل محل النفوذ الفرنسي في داخل القارة الأفريقية، خاصة في الشريط الأوسط من القارة الأفريقية. روسيا متواجدة في القارة الأفريقية في بقاع مباشرة، لها قاعدتين عسكريتين في أفريقيا الوسطى وفي شرق أفريقيا، لها نفوذ عبر الميليشيات فاجنر اللي متواجدة في أكثر من قوة، وبتقوم بتقديم المهام الأمنية في ليبيا، في النيجر، في العديد من الدول الأفريقية اللي بتعاني من أشكالات أهمها السودان. فكل دي ملفات لابد أن هو يتم النقاش فيها بدقة، ومؤكد أن جولات المفاوضات عبر هذه القمة قد شهدت نقاشا معمقا في هذه القمة. أتوقع أنه بيان ختامها يكون قوي في
فيما يتعلق بكافة هذه الملفات. يعني هل هناك تنسيق صيني روسي فيما يتعلق بالتداخل في القارة الأفريقية، وخصوصا وانت بتستعمل لفظ الاستعمار القديم اللي ذكرته؟ يعني انت حضرتك بتتكلم عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والموروث الفرنسي او الموروث الغربي اللي كان في القارة الأفريقية، هل تعتقد ان ممكن يبقى في تنسيق صيني روسي ويحل محل هذا التواجد الغربي؟ هل يمكن ان يحدث واقع الأزمة الروسية الأوكرانية انها ليست مواجهة مباشرة بين روسيا واوكرانيا، ولكنها مواجهة مباشرة بين المعسكر الشرقي الجديد روسيا والصين وبين المعسكر الغربي. الخطاب الروسي نفسه في هذه القمة، خلي بال حضرتك، هو كان بيتكلم مع قادة الأفارقة بوعود طماحة جدا، يعني وعود طموحة جدا. انت بتتكلم على ان فلاديمير بوتين قال لزعماء القارة الأفريقية احنا لسه مخلصين قمة شنغهاي للتعاون، احنا رايحين على قمة البريكس، احنا نأمل في توفير الدعم الكامل لدول القارة الأفريقية، احنا بنأمل كمان في القمة القادمة لمجموعة العشرين انه يتم قبول الاتحاد الأفريقي كطرف في هذه المجموعة. روسيا تحاول ان تقدم الصورة التي ترغب، اللي انت كنت بتتكلم عليها، الصورة يعني او العلامة الوطنية، علامة وطنية دولية مختلفة، علامة وطنية دولية مختلفة لروسيا والصين، مختلفة في التعامل مع قضايا القارة، قائمة على رفع شعارات التعاون، قائمة على رفع الحق العادل في التنمية، قائمة على رفع شعارات الحق العادل في مكافحة انهيارات الدول. ومن ثم من المهم جدا في هذا السياق ان احنا نتفهم ان الامر مش بس في امتداد النفوذ الصيني الروسي في داخل القارة الأفريقية، ولكن الامر يرتبط اكثر بالصراع المستمر بين المعسكر الشرقي والغربي على مد النفوذ في اماكن جديدة قديمة، خاصة الاماكن البكر اقتصاديا التي لم يتم الاستفادة منها بصورة كبيرة، وسخرت كثيرا للتخديم على مصالح الغرب المتقدم، وأفكرت كثيرا الجنوب بمعدلات غير مسبوقة. طب والقادة الأفارقة مستعدين لهذا الطرح؟ القادة الأفارقة وفقا للبيانات المطروحة ووفقا لما تم طرحه ووفقا لما تتبناه الدولة المصرية، واللي يمكن أعلن عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقيمت بالأمس، أنت بتتكلم على محاور رئيسية. إحنا نرغب في التنمية، نرغب في الحفاظ على السلم والأمن، نرغب في تعزيز فرص البناء والتنمية في المرحلة القادمة، باعتبار أن التنمية هي عامل الاستقرار الأول وهي الضامن الرئيسي لتحقيق الأمن في كافة دول العالم. إحنا بنبحث عن تحقيق الأمن الغذائي، إحنا بنبحث عن تحقيق الأمن المناخي. شايف العالم كله بيتعرض لأزمات شديدة في الفترة الأخيرة جراء ارتفاع موجة الحرارة على مستوى العالم. هذا الخطاب اللي بتتبناه دول القارة الأفريقية وبتتبناه من المنطلق المصري اللي راسم سياسة واضحة للاتحاد الأفريقي في التعامل مع قضايا وإشكاليات العالم، بيقول أنك أنت منفتح على كل ما يمكن أن يحقق مصالح القارة في المستقبل. يعني أنت لا تغلق نفسك تجاه أي نوع من أنواع الاقتراب من أي طرف من الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية بمعناها السياسي ومعناها الاقتصادي ومعناها العسكري. أنت منفتح على كافة دول العالم. الدول الأكثر جدية في التعامل مع إشكاليات هذه القارة وفي تقديم الدعم الحقيقي لمواطني هذه القارة اللي باتوا في احتياج إلى معدلات تنمية سريعة جدا هي الدول التي ستضمن علاقات آمنة ومستقرة مع القارة الأفريقية. ما زالت دول القارة الأفريقية تبحث عن علاقات متوازنة مع كافة دول العالم تحقق مصالحها، وده أمر مهم جدا تدير به دول القارة الأفريقية علاقتها مع كافة دول العالم. احنا بنتكلم كمان عن مشاريع يمكن كثيره قوي روسيه افريقيه بما يتعلق بالطاقه، خليني اقول، وكمان رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي وصف روسيا بالشريك المميز، خليني اقول، لافريقيا في مجال تاهيل الكوادر العلميه. كل الشراكات دي ما بين القاره الافريقيه وروسيا دلالتها ايه؟ طيب يعني خليني اقول لحضرتك كمان واضيف على اللي حضرتك بتقوليه ان المشاركه المصريه يشارك فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمه باعتباره رئيسا للوكاله الانمائيه الافريقيه نيباد، وده امر ليه مدلولاته، لانك بتتكلمي على التنميه، بتتكلمي على تعليم، بتتكلمي على صحه، بتتكلمي على استثمار في الطاقه، في بتتكلمي على استثمار في التعدين، ودي امور بتشغل حيز كبير جدا من اهتمام روسيا.
التعدين، يمكن التعدين لأول مرة يطرح كمجال للتعاون وينص عليه مباشرة في كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أمر مهم جدا لازم نتوقف قدامه، لازم نتفهم المواد أن هناك مصالح مشتركة بين الأطراف. المهم فيها الجدية في توفير هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. كثير من الاتفاقيات وقعت في مراحل سابقة بين القارة الأفريقية والعديد من دول العالم، ولكن الجدية التي تتعامل بها روسيا مع هذه الملفات والأوجه المخصصة للتمويلات اللازمة، يعني روسيا بتتكلم على تمويلات مخصصة في تكنولوجيا، روسيا بتتكلم على تمويلات مخصصة في مجال الزراعة، في مجال الري، روسيا بتتكلم على تمويلات موجهة ومخصصة للتعليم ما قبل الجامعة، التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم الفني قبل الوصول إلى التعليم الجامعي. بالإضافة إلى أنك أنت لو بصيتي لدولة زي مصر وتشوفي عدد الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الروسية، لا هو مش عدد قليل، هناك يعني هناك تأثير حتى ثقافي يمتد عبر التاريخ نظرا لتقارب الثقافات. وتقارب الثقافات ده كان مدخل مهم جدا في هذه القمة، يعني خلي بال حضرتك برضو من ذكاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الخطاب يعني الذي يخاطب التحفظ أو الموقف المحافظ التي تتبناه كثير من الدول الأفريقية تجاه القيم التي يحاول أن يفرضوها علينا من الغرب. فلاديمير بوتين وهو يتحدث بهذا الخطاب هو يدرك جيدا أن هذا الخطاب سيلقى هوى لدى العديد من دول القارة الأفريقية اللي بترفض هذه القيم الانفتاحية بلا حدود التي تحاول أن تفرضها يفرضها الغرب على المنظومة القيمية الأفريقية. لما بنبص لكل ده، هذه كلها مقومات ومعولات رئيسية لتحقيق التنمية، أهمها ويرتكز عليها بالطبع كما تفضلت حضرتك وأشرتي القضايا التعليمية، وروسيا يعني شريك رئيسي في كل مشروعات التعليم في الدول الأفريقية الأكثر احتياجا لمثل هذه البرامج، وده أمر بيؤثر كثيرا. خلي بال حضرتك لما بنتكلم على نخب جديده بتظهر في دول بعينها وبتحمل افكار بعينها، هذه النخب بتكون تلقت تعليمها او اشتبكت مع ثقافات بعينها قدرت تملا يعني عقولها بكم من المعلومات التي يمكن ان تؤثر في اتجاهاتها ومن ثم القدره على التاثير في الراي العام داخل شعوبها. لما بتتكلمي على تدخل مباشر في عمليات التعليم وبتتكلمي على تدخل مباشر في المجتمعات ولما بتتكلمي على تدخل مباشر في الزوجات، إذا أنت تتحدثي عن رؤية روسية مختلفة لآلية التأثير على مستقبل التعاون مع شعوب القارة ومع دول القارة. امبارح كان في تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مصر، يعني في تصريحين في الحقيقة، قال إننا أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا. بوتين يقول نحن كروسيا أحرزنا تقدما كبيرا في علاقتنا مع الجانب المصري، ويتكلم على أن مصر احتلت جزء كبير من التبادل مع قارة أفريقيا وذكر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعليقك إيه على كلمة بوتين عن مصر عندما تحدث بوتين عن مصر باعتبارها حجر الزاوية في القارة الأفريقية؟ يعني أنت بتتكلم على دولة، بتتكلم على 80 عام من العلاقات المصرية الروسية مرت بارتفاعات وانخفاضات، لكن الفترة الأميز كانت فترة الرئيس عبد الناصر والفترة الحالية الممتدة في خلال العشر سنوات الأخيرة. فروق كثيرة جدا بين فترة التميز الأولى وفترة التميز الحالية. فترة التميز الأولى تميزت بمناصرة الاتحاد السوفيتي للتحرر، لجهود الدول الأفريقية في الحصول على الاستقلال وجهود الدول العربية. أنت بتتكلم الآن عن فترة تميز تقوم على تحقيق المصالح المشتركة. لا يغفل في هذا السياق المكون الشخصي في هذه العلاقة، الدبلوماسية الرئاسية، ودائما احنا بنؤكد ونرسخ على هذا الأمر. هذا التلاقي في التخطيط والتفكير ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمت ترجمته إلى مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة خلال السنوات الأخيرة، توجت بالاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في 2018. إذن أنت بتتحدث عن موقع مميز للدولة المصرية. روسيا بتنظر إلى مصر كمفتاح رئيسي للقارة الأفريقية ككل الدول التي تتعامل مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية. مصر هي المفتاح الرئيس للدخول للنفاذ والتأثير في داخل هذه الدول. روسيا بتنظر إلى مصر باعتبارها شريك رئيسي في التجارة، أنت من أكبر شركاء روسيا في التجارة الأفريقية. روسيا بتنظر إلى مصر باعتبارها دولة استطاعت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في الفترة السابقة، ومن ثم هي دولة مؤهلة كثيرا لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة
ويمكن ده تقارير كثيرة أوردت هذا الأمر، تقارير لصندوق النقد الدولي وتقارير للبنك الدولي وتقارير لصناديق الاستثمار الدولية بتتحدث عن ترتيب الاقتصاد المصري في الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة حتى 2075. هذه الأمور لازم نحطها في اعتبارنا ونحن نتحدث عن كيف تنظر روسيا لمصر. روسيا تنظر لمصر باعتبارها شريك، روسيا تنظر لمصر باعتبارها مفتاح رئيسي للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، روسيا تنظر لمصر باعتبارها دولة ذات ثقل في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، روسيا تنظر لمصر باعتبارها دولة أكثر رشادة في اتخاذ قراراتها ودولة قادرة على النفوذ والتأثير في المجتمع الدولي حققته بفضل سياسة خارجية متوازنة طوال السنوات السابقة. الأكثر أهمية أن روسيا لم تفقد الاحترام للدولة المصرية طوال الفترة السابقة على الرغم من ما حاول البعض أن يلعب فيه في هذا الملف، من أن مصر لم تؤيد روسيا بالكامل في الأزمة الروسية أو في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مصر كانت بياناتها وموقفها الشريف هو الدافع الكبير لكافة دول العالم بما فيهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكافة قوى العالم لاحترام موقفها المتوازن الذي تقف فيه على نقطة الحياد الكامل مع كافة أطراف الصراع في هذه الأزمة. وده أمر بيسمح لمصر حتى بأن تدخل ودول القارة الأفريقية في نوع من أنواع التفاوض اللازم للوصول لتسوية لهذه الأزمة. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية على قراءتك الوافية، أكيد متشرف بوجود حضرتك معنا دايما. تكلمنا عن يمكن النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية اللي بتنعقد في مدينة سان بيترسبرغ. كل الشكر ليك. شكرا لحضرتك. شكرا لمصطفى. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا الكرام تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. مصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.